اسعد الله اوقاتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي او قناه نادي القرن الافريقي من ملعب مدينه نصر بالنادي الاهلي فرع مدينه نصر. معلقكم محمد رمضان يحييكم ويسعدني ان اكون مع حضراتكم في مسك الختام ل 2006 كالمعتاد. الكبير كبير والاهلي في الصداره، خلاص مبروك بطوله الدوري العام او بطوله الدوري المواليد 2006. سمعنا واستمتعنا قبل انطلاق اللقاء مع نجم مصر وهجوم النادي الاهلي ومنتخبنا القومي الكابتن اسامه حسني في استاد الاشبال او ملعب الاشبال، والتحليل مع كابتننا الكبير كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت للتحليل ما قبل اللقاء وهو مسك الختام. ادي الفانيلا الحمراء بمختلف الاعمار بمختلف السنين بمختلف الاجيال من الصغير للكبير، الكل بيلعب على البطوله والصداره، وهي بالفعل مبروك يا اولاد. المركز الاول برصيد 73 نقطه. الاهلي النهارده بيستضيف مين؟ زد، الفريق اللي يمكن ادى بشكل طيب جدا وختم اهو المسابقه حتى اليوم قبل لقاء اليوم ب 59 نقطه في المركز الثالث. منظومه طويله، موسم طويل، استمتعنا بقى من هنا من قناة الأهلي من فريق العمل الكبير والشغل اللي شفناه على مدار الموسم اللي توجوا ولادنا بالمكسب ببطولة الدوري. مبروك 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 في مشوار طويل، سواء بقى من الاستوديو والتحليل استمتعنا وشفنا وتابعنا على مدار الموسم. الاستوديو مع مخرجنا الجميل النشيط الدكروري او محمد الدكروري، فريق عمل كبير، الاعداد كله 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 النهارده هو التتويج ومسك الختام لهذا الموسم الجميل. ادي حكمنا اسلام السيد وعبد الرحمن قرطام، الاثنين دول على فكره صغيرين في السن 25 سنه و24 سنه. يا سلام على الممر الجميل والروح الجميله من فرقه زد. طبعا البطل هي دي الروح الرياضيه الحلوه، ان هنا بيعملوا ممر شرفي تتويج الولاد، خدوا البطوله صح كده. يا مشاهد اهم من الفنيات، اهم من الكوره، اهم من اي حاجه، الروح الرياضيه هي دي اللي بتبين قد ايه في رقي وفي تقدم من السن الصغير. يطلع الولد بيفهم ان الكوره مكسب وخساره، مش معنى ان خسرت ابدا اعمل مشاكل. ادي كابتن سامر عبد الرحمن، كابتن احمد عبد الرؤوف، الجهاز الفني للاهلي، نقول له مبروك مبروك. السنه دي قدمت لنا عناصر جميله جدا، قدمت لنا فرقه بالفعل هي نوالي استمرار ان شاء الله الفريق الاول النادي الاهلي. ابرز اللعيبه يمكن ادي اهو، ادي السلام بادئ ولعيبه الاهلي والممر الشرفي الجميل من فرقه زد. يا سلام، حاجه حلوه فعلا، نتمنى نشوفها على طول في ملاعبنا، نتمنى نشوف اللقطه الجميله دي في مختلف الاعمار، نبدا نطلع النشئ من الصغر. اعرف يا ابني ان الروح الرياضيه اهم من اي حاجه، اهم من المكسب، حتى تبقى انت راجل متقبل الهزيمه وبتتقبل ايا كانت النتيجه. النهارده كابتن سامر عبد الرحمن بادئ بمين؟ بعمر كمال في حراسه المرمى، اتنين في القلب، مازن احمد واحمد عابدين، رمانه ميزان. الاتنين دول على مدار الموسم انسجام تام، الفرقه خلاص الولدين دول ولفوا مع بعض، عاملين شغل كويس. ودايما زي ما كنت بقول احمد عابدين الولد ده بيفكرني ستايل لعب كده بسقراط، لو تفتكروا بقى في اجيال ما اتعذرتش، سقراط ده كان بنفس الستايل كده طويل وعنده كوره، ده نجم من نجوم البرازيل في زمانها الجميل. عمر زكريا وفارس احمد، ابراهيم عادل ويوسف اسلام وهشام مصطفى من اللعيبه اللي فزت ملعب حلو قوي. الولد قدامنا ده 25، عمر معوض او عمر سيد معوض وادم سمير على الطرفين، القوه الهجوميه حسام عادل، حسام عادل وابراهيم عادل اخوان عادل توام الاثنين. هل يا ترى نشوف تكرار جديد مع الفانيلا الحمراء ومشهد جديد تكرارا للتوام؟ هنشوف. ادي هنا درع نادي الاهلي مع فرقه زد مع كابتن الفريق عبد المنعم تامر لزد، اللي النهارده هو في حراسة المرمى، قدامه اتنين يوسف أشرف ومصطفى عكاشة على الشمال، محمد عبد المنعم حميدو على اليمين، عمر ياسر القلب، في أحمد خيرة ومروان محمود، وقدامه تلاتة عبد الرحمن محمود وعمر خضر وأحمد رمضان، والقوة الهجومية محمد هيثم. أدي خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الأهلي، طبعا الراجل أشرف موسم طويل مع بروكيتش مع الراجل التشيكي، مشوار كل الاعمار السنيه تتوج بالبطوله، معنى كده ان في خطه اتوضعت، في تكتيك، في شغل تام. اسلام السيد، يا ترى هل ترى النهارده كابتننا الكبير ومحللنا التحكيمي الكبير الدولي كابتن ناصر عباس هيديك كام في الميه وكام في مشوارك في اللقاء وانت لسه صغير السن؟ هنشوف مع قناه الاهلي قناه القرن، نقدر نقول دايما استمتع، ما بتشوفش الكلام ده غير هنا، مش هتشوفه الا عندنا. ادي الكره الطوليه واحده طويله، هجمه اهلاويه ولسه بنقول يا هادي، ولكن ضربه مرمى لصالح زد. الاهلي 30 مباراه، طبعا فريق الاتحاد كان انسحب، ف
فالدنيا اتغيرت خالص، بقى 15 فريق بدل 16 فريق. الاتحاد اتسحب في الدور الثاني وما كملش. الاهلي لعب 30 فوز 23 تعادل 4 هزيمه 3، معدل تهديفي بسم الله ما شاء الله 80 هدف استقبل 29 ليه فرق 51 هدف فرق 73 هي عدد النقاط. ادي مازن شيل يا مازن، شال، كمل يا عبدين، خلاص سيناريوهات محفوظه بالنسبه لنا. خلاص ادي كوره توصل استلامه حلوه على طول، ابراهيم عادل علق واحده لتوام وحسام، ولكن ديفنس على طول مصطفى عكاشه من زد يشيل لخارج الملعب. زد بالاسود الكامل قدام حضراتكم، وهو اللي موجود طبعا على شمال الملعب، والشياطين الحمر النادي الاهلي بالاحمر والابيض والشراب الاحمر موجودين على يمين الملعب. ادي الكوره وادي الاستلامه يمين الملعب، لو انت قاعد من ناحيه مدرجات او من الدرجه الاولى والمقصوره، وادي التسديده وترجع تاني عاليه طويله، التسديده حلوه من هشام مصطفى تسقط على حدود 18 زد دربكه، وفي النهايه تروح في الشمال هناك عند حميدو عبد المنعم حميدو، عايز يشيل شالها لخارج الملعب اوت. لقاء الدور الاول كان انتهى بالتعادل اللي جاب 2-2 بين الفريقين. زكريا عمر زكريا جاي يلعب الاوت الاهلاوي، العب يا زيكو، لعب لابراهيم عادل ترجع تاني على طول لسه مقطوع، عمر معوض لعيب كوره بس عايز يعني هو عنده الولد مهاره طبعا ابن الوز عوان بقى ابن كابتن سيد معوض اهو عنده كوره لعيب كوره كويس قوي، اللمسه النهائيه بتاعته بس محتاجه شويه تظبيط هيبقى الولد ده في حته تانيه. ادي كوره على طول تتلعب الاوت تتشال ترجع وضربه حره مظبوط اوبستراكشن هنا لصالح عمر خضر من زد، كان مكمل معاه يوسف اسلام ولا لا ده ادم سمير، حفظنا الولاد والله كتر ما تابعنا مع حضراتكم وعلقنا لفرقنا المختلفه حفظنا في مواهب في عناصر كويسه يقدر يستفيد منها الدرجه الاولى مع الوقت تقدر. ادي كوره تتشال وترجع على طول لخارج تاني ولا ايه، ده ضربه حره لصالح النادي الاهلي. ادي اسلام محمد السيد حكمنا 25 سنه والله كويس برضه، حتى التحكيم يشوف فيه عناصر طلع كويس، اجيال بتسلم اجيال. لسه الكوره مع سير اللقاء بنقول لحضراتكم كده في اول توقف مشوار الفرقه الجميله فرقه 2006 اولادنا مع الكابتن سامر عبد الرحمن، اعلى النتائج اللي عملوها السنه دي ايه؟ لسه الضربه الحره حكمنا اسلام السيد على طول رجع الكوره رجع الحيطه البشريه، وادي الاذن اللي لعب الكوره وادي ضربه ركنيه، ضربه ركنيه خلاص مش هتتلحق، اول ضربه ركنيه اهلاويه في اللقاء واحنا واصلين لكام؟ بنقرب على الدقيقه الرابعه. المدير الفني بتاع زد ده راجل الماني خواجه اسمه سفان الماني. لسه الضربه ركنيه معوض على التنفيذ عمر معوض هيلعبها نزل سند واحده على طول تحت عند زكريا، يا سلام حلو يا ابني اللمه عدي زكريا، يلا يا زيكو لعب واحده على حدود 18 زد التشتيت موجود دخلوا على بعض، لسه الكوره ماشيه مع زد انطلاقه سريعه بيكسب ارضه ومعدي، ده مين ده؟ عبد الرحمن محمود عدى لا لا وبعدين هيقف فين ده؟ لسه الكوره ترجع تاني وادي العرضيه وقرب لها مازن على طول يشيل من غير فلسفه وفزلكه في قلب الملعب، حلو الاستلام والسيطره من هشام مصطفى يطول واحده ابراهيم عادل حط لاخوه معلش وتطول منه وتطلع لخارج الملعب عشان تبقى اوت لزيكا على طول يا زيكا اهو هنا اهو حتى سامعين صوت كابتن سامر بيقول له على طول الناحيه الثانيه الجهاز الفني لزد والتعليمات وادي الاوت لزد يقطع يوسف اسلام تعلى ترجع تاني لسه مع زد دخلوا على بعض لسه الكوره دربكه كده وادي واحده حسام لابراهيم حسام لابراهيم الفرق بقى ايه اللي التوأم الاول حسام وابراهيم حسن وادي التوأم اللي صاعد نتمنى له التوفيق حسام وابراهيم عادل ادي الكوره استلامه في قلب الملعب ترجع تاني مقطوعه على طول هشام مصطفى للنادي الاهلي معوض يا سلام عدى لنفسه ووسع معوض على شماله مش شماله لسه عدى تاني هيلعب لمين كتر فيها معوض ولكن توصل لادم سمير ادم استلامه في نص ملعب زد خمس دقايق اولى سيطره اهلاويه بس لسه بلا خطوره على مرمى عبد المنعم تامر معوض ينزل بيها معوض لعابدين عابدين لمازن مازن يشيل ويعلي حلوه داخل 18 زد ولكن هنا مستنيها عبد المنعم تامر معاه حسام عادل مكمل
عبد المنعم يشيل واحده عاليه وطويله في نص ملعب النادي الاهلي. استلامه هنا من مين؟ ده محمد هيثم اللي ساقط يستلم، ريحها لخضر ولكن تطلع اوت لصالح زد، يتلعب الاوت وتوصل الكره عاليه وطويله واحده على حدود 18 زد، ولكن تشتيت موجود، تتشال الكوره ترجع تاني على طول لسه عاليه، كرات بالونيه كلها كده لكن لسه على الارض. بقى هنشوف ادي الكوره، اللقاء يروح فين؟ حاسب اوعى سلامه اللعيبه اهم حاجه، يدوس على الكوره ويقع بيها عبد الرحمن محمود. مازن باص على الارض حلوه توصل ابراهيم عادل، استلم حلو تحت ضغط ابراهيم، اتقطعت منه لسه ابراهيم، توصل لاحمد رمضان عايز يروح بيها، رجع تاني ابراهيم عادل وعمر رمضان، لا ده احمد رمضان مش عمر رمضان، ياخد منها اوت لزد في نص ملعب الاهلي من ناحيه الشمال. اوت طويل في اتجاه فارس، فارس يشيل فارس تاني او التاني لزد. جاي يلعبها مين؟ عمر ياسر لزد على حدود 18 نادي الاهلي من ناحيه الشمال، يلعب الاوت طويله جوه ال 18 يشيل مازن يا ولد يعلي على صدره، حلو الاستلام بين 24 ده مروان محمود من زد، لسه مروان يتلخبط فيها وترجع ودربكه يقطع على طول وانطلاقه هنا مين؟ ده عمر ياسر حط تاني لمروان، مروان في القلب لاحمد خيره ينزل بيها عند يوسف اشرف، ترجع لحارس مرماهم عبد المنعم يعلي عبد المنعم واحده عاليه وطويله في نص الملعب، استلامه لكن ضغط كويس قوي يوسف اسلامه يجيبها، فارس عدى لنفسه تطول مفيش مساحات، زد مقفله ادي اهو حكمنا اسلام محمد السيد، لحد دلوقتي الراجل قريب ومسهل الدنيا، لكن طبعا الفقره التحكيميه مع خبيرنا الدولي الكبير كابتن ناصر عباس هو عنده بقى الرؤيه وعنده الكلام اللي محدش يقدر يراجعه. ادي كوره ترجع تاني كوره على طول داخل 18 زد، عبد المنعم معاه الكوره، عبد المنعم يا راجل ده كلام حد يلعبها كده، يقطع بعقل قوي ابراهيم عادل يا عاقل، سند لاخوه حسام ولكن لخارج الملعب ركنيه تانية يا راجل، محدش يلعب كده ابدا، الكره تتلعبش كده، حارس المرمى يعني ان هو يشيلها كده عاليه يشتت يا يامل، هنشوف اهي شوفوا الاعاده شوفوا حضراتكم اهي قطعها بعقل قوي ابراهيم عادل وما طمعش، الفرق بين ابراهيم و حسام ابراهيم اهدى شويه على الكوره، حسام سريع عنده حميه. انما ابراهيم بيستلم ويشوف والراجل راسي على الكوره. ادي الركنيه تتلعب. ترجع الركنيه الثالثه لحد دلوقتي ادي الكوره مقطوعه من زيد لسه تاني في نص ملعب زيد، فارس يا ولد يا فارس. هشام بعال قوي الفارس طولت يا فارس طولت باينه باينه على طول ضم. خيره من زيد لسه ما خرجتش. لسه ما خرجتش الكوره يستد واحده ليه عمر ياسر يشيل عمر ياسر هو اللي شالها لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي قرب الرايه ركنيه من ناحيه اليمين في نص ملعب زد فارس حط لابراهيم عادل حلوه العرضيه يا فارس قوي يا ابني قوي عمر كان ضامن بيها عمر معوض وسع لنفسه بشماله تاني الله على الاوفر الله على الاوفر دي تشتيته ولا ايه؟ اه هي بالفعل ركنيه ولا اه ركنيه 104 للاهلي شوفوا الاوفر قلت لكم لعيب كوره ولد عمر معوض عنده كوره ما شاء الله استلام بقى بدوران الراجل بهدوء كده وشالها شوفوا الاوفر معمول ازاي بشماله ركنيه اهلاويه تانيه في نص ملعب زاد من ناحيه اليمين هشام مصطفى مقرب له معوض اهو جاي عشان على شماله يسند ويشيل هيلعبها عاليه وطويله وادي كابتن سامر عبد الرحمن في الكادر وادي الركنيه وعبد المنعم بالبوكس يشيل ويشتت لخارج الملعب ضغط اهلاوي على فرقه زد وادي الاوت الاهلاوي اهو جاي يلعبها عمر زكريا في نص ملعب زد من ناحيه الشمال في اشاره كده من حكم اللقاء مش عارف كان بيشاور لمين يعني ما خدناش بالنا بيشاور بايه بالظبط زكريا قرب له هشام مصطفى لسه ما لعبش الاوت حطها لعمر معوض بعقل قوي جوه ال 18 دربكه يلا ابراهيم يا عادل الله ايه ده؟ ده ازاي ما دخلتش دي يا نهار ابيض
ده بشكل غريب قوي. في العاده بقى انا اكتر الكوره اتلعبت 10 على 10 ومعوض ليه جوه ال 18. ده كان يوسف اسلام ولا هشام تخبط اهي. شوفوا الاعاده، شوفوا الاوت. في جمله على فكره، طريقه الفنت او الدوران اللي عمله عمر معوض وشالها على طول حلوه، صارت جوه ال 18 لمين؟ جت في ظهر يوسف اسلام، وادي هنا حسام عادل اتشاطت. ايه ده اتشالت ازاي ده؟ ايه ده؟ ده لو تعادت 100 مره عمر ياسر لازم يجيبها في نفسه، ولكن خرجت ركنيه. تتلعب الكوره توصل لزد واحده طوليه على طول، هنا يقطع فارس كان ضامم لان عابدين بيزيد في الكرات الركنيه او الضربات الثابته الاهلاويه عشان طويل. اوت لصالح النادي الاهلي بنص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين. لسه زكريا على التنفيذ، يلعب زكريا اوت طويل برضه توصل عند يوسف اشرف من ديفنس زد. يوسف هيتزحلق مسك نفسه ولحق كده قبل ما يقع. يوسف يشيلها عاليه وطويله على طول، عابدين بمبدا اللي يفوت يموت، يشيل براسيه على طول طويله. الهوا الهوا الهوا، يلا يا ابراهيم خدها ابراهيم وخدمت، عايز يحطها لاخونا اللي محدش زايد معاه. ادي كوره توصل هناك في الشمال عند ده احمد رمضان من زد، لسه عايز يعدي. لا مش احمد رمضان، ده كان عبد الرحمن محمود ينزل بيها ليه حميدو عبد المنعم حميدو، محمد عبد المنعم حميدو. تتشال الكره من مازن يشتت، واحده عاليه وطويله تسقط على حدود 18 زد، ما تلاقيش غير حميدو سابها لخارج الملعب تطلع عشان تبقى اوت ضربه مرمى. لا مش اوت، ضربه مرمى لصالح زد. لازم طبعا كل فرقه بتستغل الهوا. تهيألي اللي قاعد هناك فوق المبنى ده بروكيتش هو اللي بيتابع اللقاء بيتهيألي كده. وادي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. انجاز طبعا يحسب لما الراجل يبقى ماسك القطاع والفرق عنده، كل فريق في المشاركه والمسابقه اللي بيلعب فيها بياخد البطوله بتفرق. ادي انطلاقه لزد، هجمه واحده سريعه على طول توصل لاحمد رمضان. اوعى دي خطر، خطر يا راجل، يا راجل دي تمرينه يعني. متشكرين يا عم خضر، خضر حطها سهله جدا في ايد عمر كامل. ادي كوره فارس، اتاخر فارس وكابتن سامر بينادي عليه على طول اهي، تطلع لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. فارس يوسف غمز لابراهيم عادل، ترجع تاني يعلي خيره تسقط تاني في نص ملعب زاد، جابها على طول هنا. مين ده؟ مروان ولا مين؟ لسه كوره، لا هو مروان محمود فعلا لاعب زاد لسه معاه الكوره، مستحوذ على الكوره كويس، وسع لنفسه وسند عند يوسف اشرف. حميدو عايز يعدي، خدها منه ادم سمير، يا ولد يا ادم، ادم زقها ولكن تاني لسه جابها. مين ده؟ ابراهيم عادل لمعوض، قول يا ابني قول وغرد، معوض بعقل قوي لهشام مصطفى، لو حطها له تاني بس هو عايز يلعبها له الولد بس ما ظبطتش، تتشال وتعلى. يلا عابدين، قطع عابدين كمل على طول بمبدا قلنا لحضراتكم اللي يفوت يموت ما عندوش هزار. ادي كوره ترجع تاني هجمه لزد، انطلاقه في نص الملعب هشام مصطفى بيضغط على عمر خضر، واحده من ناحيه اليمين، اوعى دي اوعى دي، ولكن هنا زكريا يشيل، واول ضربه ركنيه في اللقاء لصالح زد من نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين. ادي اهو الضربه ركنيه، جاي يلعبها بشماله بيمينه بقى عمر خضر، تلف على طول راسيه تسقط، اوعى الدربكه دي. في لعيب وقع، هل في التحام ولا ايه؟ بس حكم اللقاء اسلام السيد نمشي اللعبه ما فيهاش حاجه. ادي العرضيه، خطر قوي العرضيه دي، وهنا مازن ومعاه مين على ارضيه الملعب ضربه مرمى. التحام اللي فات ادي كابتن اسلام السيد، مفيش فار بقى خلاص، فالقرار من لحظتها على طول. مروان محمود انشط لاعبي زد حتى الان. ادي الكوره اهي، وادي الالتحام تمام، عابدين شالها والاثنين الحمد لله ما خبطوش راس في راس، كانت لعبت في التحام في الهواء مش مشكله. ادي هي الاعاده تاني، طلع بيها لبره، ده كان عكاشه المساك لعبها على الارض عكاشه وعدت. ادي ركنيه تانيه، عمر يشيل يا ولد يعلي، لسه جوه 18 النادي الاهلي. رمضان احمد رمضان استلامه يسند واحده ولكن مقطوعه تاني، ابراهيم عادل عند فارس، وادي هنا خدها حميدو 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 على طول تروح سهله في ايد عمر كامل. عمر كامل
دايما بنقول الجون نص الفريق، ده موضوع خلصان ما فيهوش كلام كتير. ادي الكوره وهنا في عرقله لمعوض ولا على معوض؟ لا ده معوض هو اللي عمل الفاول المره دي. هنا اهو بيقول له عمر العب في العمق ما تلعبش على الطرف. هنا عمر عمل فاول مع يوسف اشرف ولا عكاشة من ديفنس زد. ربع ساعه تعادل سلبي في مسك الختام، بس طبعا ينتهي مسك الختام ده بمكسب يا اولاد النهارده عشان يوصل الفريق للنقطه 76 في الصداره محلق مفيش كلام في ختام اللقاءات النهارده ان شاء الله. لسه تطلع الكوره ترجع تاني لسه في ناحيه اليمين، معوض يستلم للنادي الاهلي يا ولد من قبل ما اشوف الفكره حلوه ورايحه طوليه، توصل الكوره على طول يوسف، يوسف لابراهيم، ابراهيم على الارض لحسام عادل يفتح اللعبه حلوه، لكن هشام مصطفى كان ضامم هيلحق ما يلحقش كان ضامم خلاص. تطلع ضربه على طول اوت لصالح زاد من ناحيه الشمال في نص ملعب زاد، ادي هشام مصطفى وادي الاوت لزاد يلعبوا عبد المنعم محمد عبد المنعم حميدو. اوت طويل يقطع ادم سمير، لكن تلاقي مروان محمود الموجود في كل حته من فرقه زد الولد ده. يسد لعمر خضر، خضر باص في المساحه خطر احمد رمضان وقرب له فارس رمضان ضم عدى ما رايح فين مازن موجود وعابدين تصعد الكره توصل على طول. دي اوفر ولا تسديده؟ دي هي اتلعبت لكن لسه ما خرجتش ولا خرجت؟ لا خرجت لخارج الملعب من احمد خيره. في لاعب من زد وقع جوه 18 النادي الاهلي ده احمد رمضان في اللعبه اللي فاتت، بس الفرقه دي كويسه فيها عناصر كويسه فرقه زد دي، بس لسه اللمسه الاخيره في كوره عند الولاد وقادرين ان هم يلاقوا في المساحات كويس وبينقلوا بسرعه، بس الفينش الاخير مش مظبوط لسه. عابدين يطول واحده عند معوض براسيه هات وخد مع هشام مصطفى، هشام هشام وسع لنفسه وجابها هشام، العب السهل يا هشام على طول حط الادم سمير، سمير يسدد مازن يفتح اللعب الفارس. ايوه كده يا اولاد من رجل لرجل سريع، حرك الكوره وانا اخد اماكن او التحرك بدون كوره يكون احسن كتير، انا اتحرك اكتر ما امسك كوره كتير. طويله على ابراهيم عادل تروح داخل منطقه جزاء زاد عند عبد المنعم تامر. عكاشة يعكس اللعب لعمر ياسر ينزل بيها ليوسف اشرف طويله وما يراهاش فارس كويس، ترجع تاني الكوره لسه مع زد، زد احمد رمضان لا مش احمد رمضان ده على صدره تروح لعمر ياسر ده اللي كان سايت يستلم عمر خضر، ترجع فارس في نص ملعب النادي الاهلي. لقاء حلو في كوره في كوره، ادي ادم سمير عايز يعدي الضغط عليه ولكن تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. ادي سفان الالماني المدير الفني لزد بيفهم لعيبته بيدي التعليمات مهم جدا على فكره. بره بيبداوا في الاعمار السنيه اللي هي من اول 15 سنه يبدا يعود اللعيبه دي على التكتيك اللي بتلعب بيه فرق الدرجه الاولى عشان يبدا يشرب اللعيبه دي من الصغر. بعد الهجمه نقول لحضراتكم اكتر، ادي الكوره حسام استلم من اخوه ابراهيم في الحته دي احسن من حسام اهدى لكن جابها تاني حسام وسع وزق هتعمل ايه هتعمل ايه؟ ضغط عليه مروان حسام باس لابراهيم عادل، شوفوا بقى ابراهيم بيهدى كده ويبص ادم سمير ادم سمير واحمد رمضان ضاغط يا ولد فتح لمعوض حل هنا يا عم معوض عمر معوض على حدود 18 زد عمر معوض يا ابن اللذين يا ولد يا ولد يا ولد يا ابني ايه الحلاوه دي؟ لا 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 لعيب كوره وهنا ابراهيم عادل قاطع دي جون، انا قلت الكوره رايحه بليسنج لفه دي عايزه حنيه دي عايزه حنيه لكن دول خبرات لسه ولاد صغيره دي بالراحه اي لمسه جون ما فيهاش كلام كتير بس ايه حلوه حلوه يا ابني الذين عمر معوض حاططها 10 على 10 الولد سلم وسع لنفسه ولف الكوره حلوه 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 صغيره لسه الخبرات بقى ابراهيم عادل دي عايزه بالراحه وتوجيه مش عايزه قوه عشان ما تطلعش من المنظر ده. يلا معوض ادي الكوره ترجع تاني على طول لعبه الحلوه بنتفاعل معاها برد فعل عفوي لا هو مترتب ولا حاجه الكوره حلوه ولاد صغيره بتلعب كوره غالبيه الفرقه دي منتخب مصر عابدين ومعوض وهشام مصطفى وعمر اكتر من لاعب 7-8 لعيبه في منتخبنا القومي. كابتن محمد وهبه المدير الفني
كانوا بيشاركوا في شمال افريقيا المنتخب بتاعنا. معوض بصدره هشام مصطفى العاقل الراسي او هشام مصطفى، لكن طلع بيها اوت، اوت لزد. هتتلعب طويلة على طول، هنا يشيل ده مازن ولا عابدين؟ شكله كده مازن. عابدين رجع تاني يستلم مروان، الاتنين طوال بقى. ادي كورة توصل على طول، احمد رمضان عايز يعدي، الضغط توصل لخيرة، رمضان تاني جابها هشام مصطفى، عابدين يقطع تتزق المازن يكمل. يا ولد حلوة يا ابني الفكرة، حلو السندة بس مش مظبوطة، تتلعب سهلة تروح لكامل. عمر كامل هيلعبها المرة دي في القلب زي قال له عمر معوض، اهي هي اللي بيلعب عليها وراحت، لكن المرة دي تفنس زد يقطع، توصل الكورة هشام مصطفى عايز يعدي بيها، تطول منه تطلع اوت لصالح زد. ادي كابتن سامر، اه ده هو كان بيطلب بقى القمصان للجهاز الفني للنادي الاهلي. كابتن سامر، كابتن سامر هو لابس قميص الاصفر. عبد المنعم تامر، وهنا ضاغط على ابراهيم عادل، تعلى في نص ملعب زد، احمد رمضان هيكملها، لا ده مروان، تعدي مروان يجيبها تاني قبل ادم، يسند خيره مروان محمود، وسع لنفسه ورايح بيها ناحيه اليمين في نص ملعب النادي الاهلي. هنا الاستلامه من محمد هيثم، هيثم هيثم هيثم، خاطر جوه 18 النادي الاهلي، ادي الكوره مفيهاش حاجه يا راجل، يعني مازن لاعب على الكوره وواصل للكوره وقاطع، هجمه اهلاويه يشيل مصطفى عكشل خارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي نص ملعب، زاد من ناحيه ال شمال اهي، شوفوا حضراتكم ادي الكوره اهي هنا اهو، مفيهاش اي حاجه بصراحه، هو لعبها 10 على 10 مازن ما استناش ولاعب زد. هنا بقى الكلام ده لازم من الصغر يتعرف، العب على الكوره، لاعب زد ما اشتركش اصلا، ما وصلش للكوره، ادي بروكيتش بيتابع ده اللقاء يا كابتن. مدير الفني ليه قطاع ناشئين بالنادي الاهلي، مايكل بروكيتش هو اللي بيتابع اللقاء، وعبد المنعم تامر يلعب العرضيه عاليه في نص ملعب النادي الاهلي. الله محمد هيثم خدها وماشي، هيثم 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 عرضيه، فين مازن فين عابدين، تعدي الكره وتمر، لسه الكره مع زد، هجمه خطر، بدأوا يمسكوا الكوره بقالهم 7 8 دقائق وبيضغطوا على النادي الاهلي بعد ما كان الاهلي هو اللي ضاغط. ادي احمد رمضان معدي ومكمل، وادي الكوره ما تجيش ضربه جزاء كده، لسه الخبرات صغيره برده، لسه عمرها ما هتيجي كده ليه، لان الراجل بيلعب على الكوره، ما تجيش لو في التحام مشترك اه يبقى فيها كلام. ادي هنا اهو شوفوا حضراتكم اهي، هنا اهي هو مازن لاعب على الكوره تمام، لو احمد رمضان هنا زقها من مازن بقت ضربه جزاء ما فيهاش كلام. طبعا مش هنقدر نقول يعني زي ما بنقول كده دايما لا يفتى مالك في المدينه، كابتن ناصر عباس كابتن الدولي كبير خبيرنا الدولي التحكيمي طبعا هو اللي يقول لنا بقى الكلام ده، بس انا بقول من خبرات، كان واحد كان لعيب كوره كان يقول لك دايما كده. يلا عابدين قطع عابدين المره دي، هيثم لسه صراع من اجل البقاء، مين هيعدي من مين، هيثم ولكن يضغط هنا سمير مع عابدين، وتطول الكره من ادم سمير وتطلع اوت لصالح زد، تلعب الاوت هيثم، ضغط تاني عابدين يقطع تسقط، لسه ضغط مره واثنين وثلاثه، ادم سمير ليه يوسف، يوسف اسلام يطول واحده، حسام عادل قبل ما توصل لمعوض جابها عمر معوض، مضغوط عليه المره دي وياخدها عبد الرحمن محمود، ترجع تاني الكوره، اهدى بقى يا ادم يا سمير ونقى من رجل لرجل السهل، العب افتح اللعب هنا عند فارس، افتح اللعب ما تطولش الكوره ما تحتفظش بيها كتير، ترجع الكوره لمازن، مازن صح كده، انزل باللعب هدي اللعب ابدا اشوف، مش لازم الاستعجال يا اولاد، من رجل لرجل، ادي فارس بدا يفتح في الشمال اهو، وادي مازن لسه مع عابدين عنده اكتر من حل، حط العابدين وسع لنفسه عابدين، سند عابدين في اليمين، عمر زكريا في القلب صح كده، ابدا الهجمه صح، ادم سمير بالراحه ابدا كوره على الارض، ادي كوره ابراهيم عادل ولا ده حسام المره دي، ادم سمير شالها لمين، طالع عبد المنعم تامر قبل ابراهيم عادل، ادي اهو ابراهيم
وادي الكره الطوليه لزيد يقطع فارس قبل ما تروح لاحمد رمضان، فارس تخبط تكمل ولكن تتشال من عمر ياسر. عمار 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 يلا لسه كوره، فارس تاني يجيبها، فارس ضربه حره من غير ما نستنى، واضح يعني كتمه الرجل واضحه لفارس لاعب النادي الاهلي 25 دقيقه من الشوط الاول. خلاص هو اللقاء ده، خلاص هو تحصيل حاصل، الاهلي واخد البطوله وتمام. بس برضو يهمني اختم زي ما قلت لحضراتكم في مقدمتي مسك الختام، ان انا النهارده اطلع كسبان. فارس ينزل بيها لمازن، مازن في نص ملعب النادي الاهلي لعبدين، سقراط خط الظهر الاهلاوي، استلامه من عبدين، يلعب السهل عبدين على الارض لمعوض، صح كده من رجل لرجل بلاش طويل، ترجع تاني على طول توصل احمد رمضان يسند زد، هجمه ضغط حلوه يا ابني، بوش رجله الخارجي محمد هيثم، هيثم وسع لنفسه هيثم، يا اهدى ده اهدى، ايه يا ابني الجون ده بصراحه، ياي حلو جون حلو لزد بصراحه، اهدى ده ولد يجيبه لعيب كبير مش ولد في السن ده، شوفوا حضراتكم قطم ازاي لبره تاني، قطم وعمل حاجه مش متوقعه تماما تماما تماما، حلوه يا ابني راحت في السوكه. الكره الحلوه لازم نشيد بيها بصراحه، محمد هيثم هدف لزد في الدقيقه كام؟ 26 لا جون حلو 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 بصراحه، وخدمت وراحت وصعبه على عمر كامل، الكره دي بتبقى صعبه جدا لان هي عامله سيرف او عامله اللفه كده راحه في البعيده وفراحه في زاويه في مقتل. عمر كامل لسه يا ابني ده ما يقللش ابدا من الموسم اللي انت عامله، الكره صعبه عليك بصراحه. واحد لزد لا شيء للنادي الاهلي عادي جدا، لسه بدري التعويض سهل مش بعيد، الاهلي بس محتاج النهائي الهجمه الاخير هو اللي يركز بقى فيه الولاد. ادي كوره يوسف، بس انا قلت لحضراتكم فرقه زيد بقى لها 10 دقايق ماسكه كوره، لكن الهدف جاي بصراحه، الولد سند وسع لنفسه لف حطها 10 على 10 صعبه. ادي الكوره حسام عادل، يلا يا رجاله يلا يا اولاد نبدا نشوف هنعدي منين، ادي الكوره في الشمال عند عمنا يا حميدو وهشام مصطفى يموه، لسه ما طلعتش يا ولد يا هشام، لا طلعت شاور الرايه اهو عند كابتن احمد سامي. عادي عبد المنعم تامر هيلعب ضربه المرمى لزد، هنا يعني خطر قوي الكره دي، انا لازم احط ظهري كره زي كده لو على ال 18 من جوه تبقى مشكله. لسه برضه الولاد دي خبرات، لسه هم 2006 لسه قدامهم مسابقه واثنين وثلاثه، لسه يطلعوا السنه الجايه لسه قدامهم يكتسبوا خبرات، والمشاركات الدوليه بتفرق، كل ده بيفرق مع اللعيب من السن الصغير ده على ما يوصل للدرجه الاولى. ادي مازن ما خط ظهر النادي الاهلي ينزل بيها لعمر كامل بعقل قوي. مازن صح كده على الارض، العب من رجل لرجل اسهل، معوض بدا يهرب من الرقابه، معوض جاي بيها في قلب الملعب، معوض 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 صح كده يا ابني، ما شاء الله كنترول كويس، دربلين كويس بالكوره، كل ده مهم، كل ده تقييم. عمر زكريا يسند لهشام مصطفى تبعد وتروح اوت لصالح زد. يوسف اشرف يستلم من ديفنس زد في قلب الملعب، يحط ليه خيره احمد خيره، ينزل تاني ليوسف تاني في نص ملعب زد، عايز يعدي من ادم سمير، رمضان في قلب الملعب توصل لمحمد عبد المنعم حميدو او حميدو على طول، باص طويله يوسف اسلام يستلم مازن يرجع بيها لعمر كامل، صح افتح له بقى تمام كده، يبقى عبدين فاتح يمين وانت فاتح شمال عشان تسهلها لعمر كامل، مازن يرجع تاني صح هيشيل هو، شيل يا ابني حتى بره الملعب مش مشكله، لو اوت لو اتزنق مش مشكله، ادي الكوره اهي زكريا يلحق لا طلعت اوت مش مشكله خلاص مفيش ازمه، مش عيب اتزنقت اشيلها اوت خلاص، بدل ما اعمل فلسفه واحاول ان انا اعمل فيها واعدي واروح هتنقطع تبقى مشكله. اوت لزت في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين، ده مين اللي هيلعبها؟ شكله كده عبد الرحمن محمود هو اللي لعبها فعلا لمحمد هيثم اللي جايب جون فوق سنك يا ابني بصراحه، جون ما يجيش في 2006 بصراحه، من احلى الاهداف اللي شفتها على مدار التعليق في الكام ماتش اللي شفناهم مع البطوله السنه دي. ادي الكوره
يقع على الارض مقطوعه، ابراهيم عادل مستعجل وصعب على اخوه حسام عادل، يشتت على طول عكاشه ويعلي في قلب ملعب النادي الاهلي، خدها كويس مروان محمود، لف كويس بيها بصراحه. ادي استلامه على طول توصل لعمر ياسر ومعاه فارس، فارس فارس ومازن، برافو كده، هو دي التغطيه الصح. لا ده عمر معوض اللي بدا يضم، عمر عمر لسه، عمر حط الفارس على الارض، حط المازن، ايوه كده من رجل لرجل. ادي كوره ادم سمير، ادم وسع لنفسه طلع بيها في قلب ملعب النادي الاهلي. عمر زكريا قصيره قصيره لسه بقول قصيره، ادم تاني اتضغط عليه، اتاخدت لزيت خطا، ما يشوطش ما يشوطش ما يشوطش ما يشوطش، برافو يا عمر يا كامل. وادي كوره تتشال، لازم ناخد بالنا الميس باس، شوفوا عمل ايه يا الرايه دي، ده تسلل فيها اوفسايد ولا اه فيها تسلل ايه، بس هي مش ضربه مرمى يعني. اهلا شويه ابراهيم انت وحسام، ادي عمر، شوف هنا بقى كابتن سامر بينادي على ابراهيم وحسام قدام بيقول له انقل الكوره، ادي عمر معوض ينزل بيها لمازن، يلا يا اولاد عابدين، استلامه ادم لعابدين، لسه عابدين معاه الكوره صح كده، نقل بقى من رجل لرجل، حط المازن، مازن يوسف السهل، يلا يا اولاد السهل من رجل لرجل اسهل، ادي يوسف في مساحات تطول يشيل على طول عمر ياسر، عاليه وطويله، عابدين يشيل عابدين، راجل داخل صح قوي، عابدين طالع عامل تيك اوف وشايل، وهي الراجل بتاع زد هو اللي وقف. ادي الكوره فارس، مين قرب لفارس؟ ينزل بيها فارس لمازن، هما بيضغطوا باتنين، الراجل بتاعهم بيضغط باتنين على ديفنس اهلي، عارف ان عابدين ومازن هما البدايه، عشان كده بيضغط عليهم من بدري. ادي مازن ينزل تاني لعمر كامل، خد قرار يا عمر هتلعب لمين، صح كده لادم سمير، ادم عمر كامل تاني، حط العابدين، سكرات الديفنس الاهلاوي، يلا على الارض ادم، ايه السهل اطلع بقى من هنا، انقل الكره طوليه بقى، كفايه كرات عرضيه، توصل الكره هي لمازن، مازن طوليه تاني ليه عمر معوض عايز يعدي، ولكن مع عمر ياسر وضربه حره لصالح معوض. ادي عمر ياسر اهو، كابتن سامر معاك كدر، هجمه اهلاويه توصل لزكريا هناك، عمر زكريا شفتها في اول 10 دقايق كان بيروح عرضيه عرضيه، برافو عبد المنعم، الجون فاضي الجون فاضي، جون 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 جون، ايه التعديل، ايوه كده العرضيات لسه، زكريا وادي حسام عادل معديها كام؟ 33، في اعتراض واضح من الجهاز الفني لزد، ادي حسام عادل، شوف بقى اما اشتغل زكريا هنا، اسلام اسلام السيد حكم اللقاء هيدي ايه؟ انذار انذار، ده الجهاز الفني كله بتاع زد، لا 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 للخواجه وللجهاز الفني كله. الاعتراض مش هيفيد، ولازم الجهاز الفني برضه نبدا، لازم زي ما بنقول في ايجابيات السلبيات، ما ينفعش الجهاز الفني ينزل يعمل كده يخلي اللعيبه تبدا تعترض على الحكم، ليه؟ ما لسه بنقول في بدايه اللقاء روح جميله وعملوا ممر شرفي لفوز الاهلي، ادي العرضيه اهي، ادي زكريا، هو هنا لعيبه زد اللي دخلت على بعض مظبوط، برضه مين؟ جون بامضاء اخوان عادل، يعني هو عبد المنعم دخل على المساك بتاع زد، هو الحكم مش فاهم هيعمل ايه الراجل. طبعا كابتن ناصر عباس لو تتعاد تانية يعني من بدايه اللقطه شويه والكره بتترفع، واحد واحد، رجعنا للتعديل للمضمون، واحد واحد اهي، هنا هو لعيب الاهلي ابراهيم عادل بعيد، هو ماله يعني الولد ما التحمش اصلا، وهنا عمر ياسر لو كان طلع كان بقى حسام متسلل متسلل في اللعبه، ولكن هي اهي شوفوا حضراتكم اهي ابراهيم عادل بعيد جدا جدا ملوش علاقه الولد باللعبه، فالاعتراض من الجهاز الفني لزد ايه؟ ان انا الجون بتاعي دخل على المساك فالاثنين وقعوا، طب انا اعمل ايه كلاعب منافس في هجمه؟ انا ذنبي ايه؟ ومفيش اصابه والعياذ بالله مثلا خطر كان الحكم يستدعي توقف اللقاء يعني. طبعا كل ده مع كابتن حسام حسني وخبرنا الدولي بقى
كابتن ناصر عباس كل الحاجات دي هو عنده من القانون، بس دي لعبه فيهاش اي حاجه من وجهه نظر الراجل لاعب الاهلي، ما تدخلش في اللعبه. 1-1 المهم 35 دقيقه علي عابدين، بس مش عايزين بقى نرجع تاني للكرات العاليه. لما الاهلي لعب على الارض ونقل وبدا يفتح اللعب على الاطراف عمل شغل جاب الهدف. ادينا ضربه حره لزد، بس انا بقول كراجل معلق وراجل يعني في الكوره ان الكوره فيهاش اي حاجه، هدف سليم 100%. ادي كوره توصل لعمر كامل، عمر يسلم ليوسف اسلام. النهارده يوسف مش هو يوسف، عايزين فين نشوف يوسف بادائه، لازم يوسف كان يروح بيها، مستعجل ليه؟ ادي كوره مقطوعه توصل لمروان محمود، لعيب كويس الولد بتاع زيد مروان محمود ده، نمره 24. ادي الكوره توصل على طول عند حميدو مروان، استلام حميدو لمروان محمود، مروان يطول واحده المره دي، عابدين خلاص بقى بعمل العمق وايه مأمن، ما بقاش بيروح يضغط على هيثم على طول، بقى مأمن بيدي لنفسه براح. صح كده، خبرات يا جماعه، خبرات، لعيب كويس عنده كوره، سواء كان عابدين مازن فارس خط الظهر كله عمر زكريا الاولاد دي مع الوقت. اوه لسه بنقول حسدناك ولا ايه يا عم مازن؟ خطر جدا الكرات دي، لازم العب هنا كرات بالعرض او طوليه يبقى الدنيا قدامي. تمام، ادي احمد رمضان هجمه لزد، اوعى يشيل. تمام، برافو يا ابني، 10 على 10 يا مازن. الراجل باص باص مش مظبوط ورجع صلح الغلط، هنا الكلام. يلا يا يوسف كمل 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 بيها على الارض، حط واحده عمر معوض. يا سلام ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك، مفيش كلام. ادي يوسف 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 حط المعوض تاني، صعبها عليه صعبها عليه صعبها عليه صعبها. شوف بقى هنا بقى كابتن احمد عبد الرؤوف وكابتن سامر عبد الرحمن. طبعا يا ابني انتوا نازلين اول انتوا الاثنين، مشي الكوره مشي الكوره، مستعجل ليه؟ مش مستاهله، صعب. ما الكوره زي كده ممكن التحام اهو، لسه زي ما بقول. ادي اهو كابتن سامر نفس الكلام سامعينه اهو، جاي لنا من الملعب. ادي كوره تاني خيره يشيل ويعلي، لازم هنا صح ابدي اقول للعيب امسك كوره وشوف الكوره قرار، يعني امسك كوره واشوف احط لمين، هو ده القرار عشان الكوره تطلع صح، انما استلم واي حاجه وبتاع ومستعجل وتضغط عليا لا، لازم امسك واشوف هعمل ايه. ادي فارس واوت للنادي الاهلي نص ملعب زد من ناحيه اليمين. يوسف يوسف اسلام عايز يعدي بيها، النهارده يوسف مش في الحاله مش في حالته. ادي كوره ماشيه الكوره على طول تاني يا ولد ادم يا سمير، النهارده ما شاء الله يعني في خط النص عامل شغل 10 على 10، كاتفندر جنب يوسف. ايوه على الارض يا يوسف، صح كده. فارس استلام مش حلو، فارس فارس اهو فارس تاني توصل الكوره ادم سمير، ادم العب السهل بقى يا ادم، السهل السهل دي مش سهله، ولكن توصل لحسام عادل. حسام حط لابراهيم يا ولد عاقل لحسام، يسند معوض هيشيلها مره واحده، لا بعقله وقف عشان يظبط لنفسه الدنيا. ادي حسام عادل تاني، حسام اه عايز يحطها في الجون، سهله دي. كوره محمد هيثم صعوبتها ان هي جايه متطرفه والولد سند ووسع لنفسه وطوح رجله فراحت، دي صعبه. عمنا عم تامر هنا بيتكلم مع كابتن اسلام السيد بيقول له تاني مره في اللعبه. 39 دقيقه من شوط اول جميل، شوط اول فيه كوره ولاعيبه مبشره باذن الله. طبعا ده قلت لحضراتكم اللقاء تحصيل حاصل، هنا اهي سهله سهله دي اكنها اوفر يا حسام عادل، هنا عشان احطها لا صعبه، لازم ابقى متطوح في زاويه، دي كانت تتلعب على القريبه كانت ممكن تبقى جول. ادي كرة تاني مازن، مازن نازل قاطع برافو يا ولد، ولكن هنا شايف فيها اسلام اسلام السيد الحكم فاول. مروان يسند واحدة ليه، عكاشة من ديفنس زد حلو الكعب، ولكن يرجع زكريا ويقطع. عابدين باص تعدي من هشام مصطفى، ترجع تاني كورة مع مروان محمود في قلب ملعب زد. 40 دقيقة 1-1، ادي استلامة احمد رمضان، رمضان يا سلام هنا التغطية تمام من فارس ضامم وتمام وقافل. يلا معوض حاجاتك يا ابني، روح روح عمر معوض، روح اتزحلق اتزحلق، لسه الكرة ما طلعتش لسه الكرة ما طلعتش، وفاول هنا محجز. اه بصراحة يوسف اشرف مدافع زاد، الحماس هنا من مين؟ من حسام عادل، ده اللي بنقوله بقى، ابراهيم ما كانش يعملها بفاول كده. ادي اهو حسام وادي الضربة الحرة لزد،
عم منعم تامر حارس مرمى زيد يشيلها ليه؟ عمر خضر خضر يفتح اللعب هناك لعبد الرحمن محمود، عبد الرحمن يسدد لحميدو، عرضية مين مقابل؟ ما تلاقيش حد، فارس يسيبها وعمر كامل، فارس يسدد لهشام مصطفى، هشام على الأرض سهل، يوسف إسلام يطول واحدة، إبراهيم عادل ولكن المرة دي ضربة حرة لصالح مصطفى عكاشة. ادي الايد اهي رافعها الراجل، ضربه حره غير مباشره. الايد الشمال او اليمين واحد لان في ايد فيها الصفاره فيرفع ايد منهم، عشان بس ده معلومه، مش معنى بقى لو رفع الشمال تبقى غير مباشره واليمين مباشره، لا لا، هي الحكم ماسك الصفاره بقى يمين بيرفع الثانيه. ادي الضربه الحره غير مباشره، طالع عبد المنعم تامر بره منطقه الجزاء ويلعبها. لسه عبد المنعم وبراكتش ما زال بيتابع اللقاء وبيشوف. بس هو منطقي ان الفرقه النهارده خلاص اللقاء بيلعبوا، يعني نقدر نقول طبعا الفرقه كسبانه واخده بطوله الدوري خلاص. ادي كوره توصل، لسه الضربه الحره لزد اهي، جاي عمر ياسر. طبيعي فرقه بقول لحضراتكم موسم طويل والولاد خدوا بطولة الدوري النهارده، مش هيلعبوا بنفس القوة يعني والجدية، بس لا الأهلي ما بيش مش كده، الأهلي بيلعب لآخر صفارة في المباريات في ال 30 مباراة كلهم حتى هو واخد بطولة الدوري. أدي الضربة الحرة لزد على مر الفرق كلها والتاريخ مش الفرق الكبيرة بس، محمد هيثم جملة أوعى يشوط ده خلاص، ولكن شاط وخد ضربة حرة مباشرة. هانبول لمسة يد على ادم سمير، لسه بقول لحد اول ما استلم اوعى يشوط ده، الولد النهارده موفق رجليه مظبوطه. ادي الدكه الاهلاويه النهارده الموجوده اهي، الاعاده جت في ايد فارس. دكه الاهلي النهارده فيها فتحي مصطفى، يوسف محمود، عبد الرحمن عماد، محمد سعد، محمد طارق، عبد الله طاهر، عمار وليد، محمد رضا، محمد حازم. دكه زيد فيها مين؟ احمد اسماعيل لحراسه المرمى، عمر مجيب، يوسف طلبة، احمد زهدي، عبد الرحمن حسين، مصطفى يحيى، سيف وفائي، كريم توفيق، وبدر جمال. ضربه حره خطر، مين اللي هيشوط هنشوف. محمد هيثم ده ولا مين؟ مش واضحه. خطر الكره دي، لا تمام، تيجي في الحيطه وتتشال على طول، عدت. ادي الكوره استلامه، ده مين؟ ده عبد الرحمن محمود، عبد الرحمن هو اللي جاي بيها ومعاه فارس. عبد الرحمن لسه معاه الكرة ما بيفقدهاش وياخد فاول. لازم الاجهزه برضو سواء كانت هنا او هنا اي جهاز فني بره في العمار دي ما بديتش يا كابتن ومش عارف، بلاش الكلام مع الحكم عشان ما اخليش اللعيب يعمل كده، ما انا مدربي بيعمل كده لازم اعمل زيه. ده مهم يا جماعه، مهم جدا 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 جدا، مهما كان اتكلم مع الحكم بطريقه او بتاع، بس ما بقاش منفعل عشان اللعيب في الملعب هينفعل هو كمان، ده اوتوماتيك. ضربة حرة زيادة على حدود 18 النادي الأهلي من ناحية الشمال، اتلعبت من حميد وعالية وطويلة، عالية وطويلة ورأسية. هنا عابدين فاتح بره مع هيثم، خلاص هو ماشي معاه زي ظله، مازن هنا مع رمضان، لازم في القلب بقى هنا الاثنين ديفندرات يسقطوا يشتتوا. اهي شوفوا اهي، بصوا شوفوا عابدين اللي بره اهو مع هيثم، هو الراجل خلاص كابتن سامر قال له ما تسيبوش، ما يشوفش مية ونور تاني. ادي الكورة توصل هشام مصطفى، ترجع لفارس، يلا يا فارس في القلب ادم سمير، ادم مازن خلاص بقى دي مشي كوره بقى بسهوله مش لازم الطويل. عابدين رجع تاني لمازن، مازن ادم سمير صح كده، افتح لزكريا هناك. ادي كوره توصل على طول استلامه، يا ولد حلو ابراهيم عادل، عاقل يا ابني، لا ده حسام المره دي، حسام عايز يحط، عملت الصعب. ادي الكرة ترجع تاني لحسام، جاي له هشام مصطفى، حسام عدى حلو، واحدة والتانية سيبها لفارس، كان شال فارس ولكن نجح انه يجيب اوت للنادي الاهلي. ادي الكرة مولين العرب هو التاني ب 67 نقطة، الزمالك الرابع 55، امبي الخامس 55، الانتاج الحربي السادس 49، ده ترتيب الجدول. ادي كوره استلامه
شوط اول حتى الان واحنا مش شفناش بقى الوقت بدل ما تضيع ادم والعرضيه. شوط حلو في كوره، ولاد عندها كوره عشان كده اللقاء حلو، وفيك وزد بصراحه بتلعب كوره عشان كده ده اللي محل اللقاء، مش نازله تامن ولا تدافع قدام النادي الاهلي. ادي الكوره على طول توصل مازن، فارس بدانا في الدقيقه الاولى من الوقت البدل متضايع. هشام مصطفى يا ولد حط لحسام، صعبه صعبه حسام لازم يبص ويفتح اللعبه، هي صح هات وخد بس هي ادي الاوت هيلعبوا فارس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ما تضيع، وادي فارس ياخد تاني من هشام. مقطوعة ترجع تاني. عابدين. أيوة كده، العب السهل يا عابدين، صح كده يا ابني. توصل لزكريا، أيوة من رجل لرجل، صح يا أولاد، هو ده الكلام. معوض. حلها لنا يا عم معوض، أدي معوض هاتوا خدوا باس، ترجع تاني عند أدم سمير، سابها لمعوض يا سلام. حلو الكعب، لكن إبراهيم عادل يضغط. لسه بدأنا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ما تضيع. هنا زكريا فاول فاول، وادي هنا فاول ما فيهاش كلام، مش لسه يعني هو الراجل مظبوط 10 على 10 فاول. فيه هو اوبستراكشن يا واضح تدخل مع الراجل بقوه. ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي، نص ملعبه من ناحيه اليمين هيلعبها سقراط الاهلاوي عابدين. عابدين ينزل بيها المازن. انا شايف ان الشوط الاولاني ما كانش فيه الوقت البدل المضيع ده كله. ادي اهو مازن ينزل لو بص هنا الفارس، فارس فتح لعمر كامل اهو، لكن صح كده حط المازن تاني. عابدين يرجع تاني المازن لفارس. حسام ادي هيثم، اوعى ده وهنا رايح صفاره تسلل على هيثم. عابدين يلعب لمازن، وادي خاطر الحاجات دي، خاطر دي ثقه زياده بس عداها كويس بس خاطر. يلا يلا حسام يلا حسام. الدقيقه الرابعه حسام استلامة، باس قصير تصعبها ليه؟ هي بقى يا راجل، هي هي من بدري، لا هي 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 ضربة ركنية، هي بتتشال بوش رجلك كده تروح كرباج. الدقيقة الرابعة أهي، هي من الأول يا حسام أنت صعبتها، هي من الأول تتشال على طول، ضربة ركنية أهلاوية. ادي الركنيه تتلعب ترجع تاني التشتيت، وهي الصفاره من كابتن اسلام السيد عشان يولي احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي ما بين النادي الاهلي وزد 1-1. حسام عادل في الدقيقه 33 النادي الاهلي تعادل، وتقدم محمد هيثم بهدف جميل جدا في الدقيقه 27 لزد. الصراع قصير اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، قبلوا تحياتنا لكم راديو محمد رمضان، لنعود مع الشوط الثاني ولكن نطلع الى فاصل اعلاني ومن بعده الى الكابتن اسامه حسني باستاد الاشبال. طام واحمد سامي اول تبديلات زد، نزل 30 خرج مين هنشوف مع سر اللقاء بقى يبان. ضربه بدايه الشوط الثاني هتكون مع فرقه زد، وادي حكمنا وادي محمد هيثم اللي جاب جون حلو قوي. يعني زي ما عرفت من فريق اعدادنا النشيط هنا ان فرقه زد دي مصروف عليها ارقام كبيره جدا، 6 7 مليون جنيه حاجه كده، يعني فرقه 6 7 مليون جنيه رقم كبير جدا في الناشئين، ولكن في النهايه التاريخ الخبرات الفانيلا الحمراء كلام تاني مهما كان، ولكن طبعا نادي بيصرف على الناشئين بالمعدل ده يبقى اكيد هيبقى فيه بقى افرازات قدام كويسه للدرجه الاولى اما نشوف، خاصة ان فريق زد في الدرجة في ممتاز به لسه ما صعدش. على بركة الله بدأنا انطلاقة الشوط الثاني، نزل سيف وفائي شكله كده مكان، لا يبقى كده اللي خرج مصطفى عكاشة رقم 5
ونزل سيف وفائي لان هو بيلعب مساك في خط الظهر جنب يوسف اشرف اللي موجود، يبقى مصطفى عكاشة هو اللي خرج ونزل سيف وفائي اوت لزد ويشيل فارس توصل لادم سمير كما كنت تشكيله النادي الاهلي. مفيش تبديلات مفيش تغييرات مع كابتن سامر عبد الرحمن، كان بادئ بعمر كامل في الشوط الاول، مازن احمد واحمد عابدين في القلب اتنين مساكين، عمر زكريا في اليمين، فارس احمد في الشمال، يوسف اسلام وهشام يوسف اسلام وادم سمير اتنين ديفندرات قدامهم، ثلاثة ابراهيم عادل وهشام مصطفى وعمر سيد معوض وحسام عادل هو راس حربه صريح. زد كده التشكيله بقت ايه؟ اتغيرت بعد خروج عكاشه، بقى عبد المنعم تعمل في حراسه المرمى، اتنين في القلب، سيف وفاء يوسف اشرف، على يمينهم عمر ياسر، على شمالهم محمد عبد المنعم او محمد حميدو، قدامهم اتنين احمد روان، وادي الكره العرضيه وتعدي وتمر الخارج الملعب ضربه مرمى. احمد خيره ومروان محمود اتنين ديفندرات لزد، قدامهم ثلاثه عبد الرحمن محمود وعمر خضر واحمد رمضان ومحمد ايسر. هل بقى مروان محمود وعبد الرحمن محمود تشابه اسامي في فرقه زد، ولا اتنين برضو توام زي او اتنين اخوات بقى زي حسام وابراهيم عادل؟ ادي كوره وادي الاستلام، فارس هجمه اهلاويه انطلاقه من نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال اللي بادئ الشوط الثاني على شمال الملعب وشمال ملعب نادي الاهلي بمدينه نصر، وزد بالاسود الكامل موجود على يمين الملعب، اوت لصالح زد جاي يلعبها عمر ياسر. زد هو الثالث ب 59 نقطة بعد المقاولين العرب، الثاني ب 67 نقطة، ادي انطلاقة وادي ابراهيم عادل بعقل لحسام تطول ولكن يقطع سيف وفائي اللي لسه نازل، حط المروان على الارض استلامة عمر خضر لسه التحضير لزد في نص ملعب النادي الاهلي، شالها عالية وطويلة، اوعى هيثم ده اوعى هيثم ده، وشاطه على طول وعدى. لا 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 النهارده لازم بقى عابدين ومازن يقربوا شوية او حد ما يسيبش هيثم ده كده. شوفوا حضراتكم الكرة ساقطة وادي الاتنين في ظهره، يمكن هنا عابدين بدأ يضايقه شوية فالولد ما ظبطش، انما خطر جدا جدا جدا، لعيب كويس محمد هيثم ده زي ما سمعنا بين شوطين اللقاء مع كابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت على التحليل لأهم مدار في الشوط الأول. طبعا بعد اللقاء نستمتع اكتر ونشوف بقى اللقطات التحكيميه مع خبيرنا الدولي كابتن ناصر عباس هيقول ايه عن مستوى طاقم التحكيم النهارده. ادي عابدين يشيل ويشتت ويعلي واحده بنص ملعب زد على طول عند ابراهيم عادل، ولكن سيف وفائي يشيل توصل لفارس، فارس فارس طلع بيها فارس اوت لصالح زد في نص ملعب زد من ناحيه اليمين. عمر ياسر يلعبها طويله، لسه عمر ياسر يلعبها طويله تاني اوت لزد في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال، جاي تاني ياسر يكملها، الضغط خدها ابراهيم عادل راجع بيها ابراهيم عادل، لسه الكوره فيها ايه فيها ايه فيها ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي كابتن سامر عبد الرحمن والتعليمات، اتلعبت ضربة المرمى من عابدين لعمر زكريا، ترجع لعابدين، شيل يا عابدين، شالها طويلة على الخط في اتجاه حسام عادل، وادي عمر معوض ترجع تاني لياخدها يوسف اسلام، يوسف تلعب الباس مقطوعة توصل لسيف وفائي من نص ملعبه بينزل بيها لعبد المنعم تامر حارس مرمى زد. خمس دقايق من عمر الشوط التاني او الدقيقة 50 من عمر المباراة، 1-1 لقاء الدور الأول بين الفرقتين كان انتهى 2-2. هدافين بقى الفرقه النهارده حسام عادل بالجون اللي جابه 19، ابراهيم عادل اخوه 13، عمر معوض 13، وعمار وليد 11. هجمه لزد وادي ميدو او حميدو ينجح انه يجيب ضربه ركنيه في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين. فرقه طوال مشوارها في المباريات اللي اتلعبت عملت سكورات كبيره، كان البدايه على غزل المحله في تاني مباريات فريق الاهلي 5-1 فاز الاهلي على المصري، 5-1 على البنك الاهلي 7-0. ادي الركنيه يعني نتائج كبيره جدا حققتها الفرقه دي بصراحه. وادي الكره مع زد تتلعب وتوصل عند عبد الرحمن محمود يستلم في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين، تتغمز الكوره حلوه باس عمر ياسر سند عبد الرحمن محمود يشوط بشمال وتطلع على طول لخارج ملعب ضربه مرمى لصالح عمر كامل والنادي الاهلي. ادي عبد الرحمن اهو 14 ومروان محمود ده 24 جت على شماله وقلشت خرجت لخارج الملعب. ادي كره فارس عايز يعدي بيها ولكن
ضربة حرة، الراية مرفوعة من أحمد سامي والصفارة موجودة من إسلام السيد. ضربة حرة، وأدي فارس قام سليم الحمد لله. عابدين يستلم من عمر كامل ويسلم زكريا في اليمين، زكريا لسه الكرة ماشية حلوة، النقلة طويلة عند فارس على حدود 18، زاد من ناحية اليمين تطول من فارس وتطلع لخارج الملعب اوت لصالح فرقة زد. انا بقول ان الارهاق واضح على الولاد، بقى لهم موسم طويل ولعبوا كتير النهاردة، كان ممكن نشوف راح لبعض اللعيبه خلاص النهارده، هو مسك الختام صحيح، والفرقه زاد عملت لقطه جميله جدا، ممر شرفي قبل انطلاقه اللقاء للتتويج الاهلي بالبطوله. ادي كوره هجمه يوسف، حط واحده باس طويله على عمر، عمر وراجع مع حميدو، حميدو يا ولد وسع كويس نفسه وخدها، عايز يخبطها في عمر وتطلع الكوره اوت لصالح النادي الاهلي. ادي عمر معوض هيسيبها يوسف اسلام، جاي يلعبها عمر زكريا على حدود 18، زاد من ناحية الشمال زكريا يلعب ويشيل سيف وفاي قبل حسام عادل، سيف تاني يشيل ترجع تاني باكورد او خلفية مزدوجة وضربة حرة، هنا دينجرس بلاي بقى لعبة خطر من حسام عادل مع عبد الرحمن محمود، اهي هنا فيها تهور، انذار لحسام عادل. معديها 53 انذار. هنا اهو وادي الجهاز الطبي نازل يطمن على عبد الرحمن محمود. الاهلي برضه في الاسبوع او في المباراه 26 فاز على المقاصه 6-1، عملوا نتائج كبيره الفرقه دي. مشوار كويس. أكتر من لاعب مع منتخبنا القومي. النهارده يمكن في أكتر من لقاء. المقاولين العرب بيواجه كوكاكولا، الإنتاج الحربي بيواجه الزمالك، بيراميدز بيواجه دجلة، الإسماعيلي بيواجه إنبي، المقصة والبنك الأهلي، المصري وسموحة. خلاص شرية الدخان وغزل المحلة باي، يعني مفيش لقاءات ليهم. عبد المنعم تامر بيشاور لعيبته يطلعوا، طالع هو بره منطقة الجزاء علشان خاطر يلعب الضربة الحرة لصالح زاد، عالية وطويلة على حدود 18 النادي الأهلي، مازن بعقل قوي ينزل بيها برأسية لعمر كامل، يلحق عمر قبل ما تطلع ضربة مرمى، عمر يلعب لأدم سمير، آدم وسع لنفسه. فرقة زد دي عايزة نقل سريع، مش عايزة أمشي بالكرة كتير لاحتفاظ، هما ما بيدولكش مساحات أهو. لا ده كده مصطفى عكاشة موجود رقم 5 ما خرجش، لأن سيف وفاقي قلت حضراتكم نزل في خط الظهر، هل بقى اللي طلع عمر خضر ولا مين؟ ادي عمر خضر موجود، احمد رمضان بيتهيألي هو رقم 20 اللي مش موجود، يبقى ده التبديل اللي تم لسيف وفائي مكانه، هنشوف. ادي الكرة عالية وطويلة ترجع تاني، تدخل من لعيبة زد على بعضهم، وادي الكرة حميد ومعاه عمر زكريا اوت لصالح زد. في الاغلب كده اللي طلع هو احمد رمضان رقم 20. لأن عكاشة موجود، وادي تبديل ده ولا ايه؟ هنشوف. تبديل اهلاوي اول. ده تبديلين مش تبديل واحد، نازل 21 عبد الله طاهر و11 عمار وليد، يبقى عبد الله طاهر وعمار وليد مكان مين؟ هنشوف مكان فارس. فارس هو اللي جاي اهو، فارس هو اللي نازل، عبد الله طاهر مكانه. ادي اهو نزل عبد الله طاهر ونزل عمار وليد وطلع فارس، مين بقى التاني اللي طلع؟ هيبان هنشوف. عابدين يرد براسيه عاليه ترجع تاني في قلب الملعب، عمر خضر ترجع، يوسف اسلام يباصي لعبد الله طاهر، هو يبقى هو عبد الله طاهر اللي جه مكان فارس. ادي الكره عمر معوض، يلا يا عمر، يلا يا عمر، حلو الباس، ولكن هنا ابراهيم عادل ده لا ده اللي نازل ده مين؟ ده 11 تسلل مظبوط. عمار وليد، ادي عمار وليد اهو،
حسام عادل موجود، ابراهيم عادل موجود، هل عمار وليد مكان هشام مصطفى؟ لسه الضربه الحره هيلعبها عبد المنعم تامر غير مباشره تسلل، يبقى معديها 55 تبديلين للنادي الاهلي بينشط بيه الكابتن سامر الشق الهجومي والاطراف بتاعته. ادي الاستلامه هنا من عبد الرحمن محمود ومعاه عبد الله طاهر اللي لسه نازل ما كملش دقيقه، الراجل ادي بيضغط هنا نجح انه يجيبها، يوسف اسلام باس لمين طويله ما تجيش ليه، عمر زكريا من وسط الملعب بينزل بيها مصطفى عكاشه لعبد المنعم تامر اللي طالع، وحسام عادل بيضغط عاليه وطويله من عبد المنعم تامر، طويله طويله ما تتلحقش تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. اوت لعب عمر زكريا. كده زيد عامل تبديلين والاهلي عامل تبديل والاهلي عامل تبديلين، وادي الكوره مع عمار وليد يغمزها، يبقى عمار وليد مكان فارس، وكده عمر زكريا هو اللي طلع ونزل عبد الله طاهر، يبقى الطرفين طلعوا من النادي الاهلي. ادي الكوره على طول لحميدو، حميدو حميدو يلعب العرضيه خرجت ولا ايه؟ خرجت، ضربه مرمى لصالح عمر كامل والنادي الاهلي. لسه اهي ضربه المرمى هيلعبها عمر كامل لعابدين. تتلعب تاني من عابدين لمازن لعمار وليد، يبقى الطرفين طلعوا زكريا و فارس. ترجع كره تاني هيثم تطول منه، ترجع كرات رايحه جايه لسه في نص الملعب، وفي النهايه ضربه حره وبيشاور على طول ليه الاجهزه الطبيه تنزل حكمنا اسلام محمد السيد. سلامات سلامات، ده مين بقى الواقع من الاهلي؟ زاد واقع مصطفى عكاشه وقام باذن الله سليمه، اهم حاجه ده حسام عادل هنا يمكن في اللعبه دي اتعمل ساندوتش بقى بلقعه الكوره الراجل بين الاثنين لعيبه زد حسام عادل باذن الله يقوم سليم ما فيهاش حاجه ان شاء الله. حسام عادل لسه في ارضيه الملعب ونزل له الجهاز الطبي والحمد لله هو يقوم سليم والحمد لله، اهم حاجه سلامه اللعيبه. دكتور احمد جاب الله ومعاه ابراهيم خاطر هم طالعين الجهاز الطبي الفريق 2006. وادي الدكه الاهلاويه لسه، هل يا ترى هنشوف تاني ولا ايه؟ هنشوف تبديلات هيعملها كابتن سامر عبد الرحمن. احنا وصلنا الربع ساعة من الشوط الثاني وساعة من عمر اللقاء، ودي طالع مع الدكتور احمد جاب الله، كرة مع زيد في نص الملعب تتشال من مروان في اتجاه عمر ياسر، عمر ياسر على الارض ليه محمد هيثم اللي يلعبها تروح لسيف وفائي، سيف ينزل بيها لأشرف، يوسف أشرف يطول لسه الهجمة لزيد، كرات رايحة جاية كلها. وأدي الكرة توصل لعمر ياسر حدود 18 النادي الأهلي، خطر الكرة دي أيوة لكن يا ولد يشيل عبد الله الطاهر، ترجع لمروان محمود، برافو يا يوسف، ما خلوش يستلم مرتاح ويسدد، تتشط وتخبط تاني وتطلع في مازن لخارج الملعب أوت لصالح زيد. أدي مازن. تفتكروا جاتوزو لعيب إيطاليا كان عامل ستايله كده زي مازن او مازن ستايله زيه بقى. ادي كوره توصل على طول عمار وليد يسلم ابراهيم عادل في القلب ياخدها من اخوه حسام عادل في نص ملعب النادي الاهلي، ماشي ابراهيم على الارض الباس مش مظبوط عايز يحطها مقطوعه، يرجع تاني مازن يقطع لسه الكوره نص ملعب النادي الاهلي تروح لمحمد هيثم. هيثم معاه الكوره اللي جاب الجون الحلو في الشوط الاولاني هيثم ده، تشتيت موجود من يوسف اسلام ترجع الكره تاني مقطوعه ابراهيم عادل، يلا يا هيمه حط واحده لحسام، حسام يطول ويعلي واحده ولكن تتشال موجود على طول حميدو يشتت في الفنس. زيد قبل عمر معوض كرات عاليه رايحه جايه من عابدين ترد من ديفنس زيد وضربه حره لصالح يوسف اسلام في نص الملعب.
عابدين هيلعب الضربة الحرة لصالح النادي الأهلي. ادي هنا الإعادة، الدفعة واضحة واضحة، يوسف إسلام ما فيهاش كلام. توصل الكورة، عمر معوض يا ولد بالكعب حلوة ليه عبد الله طاهر، يطول يوسف إسلام. اوعى الدخول هنا واضح جدا في قوة، ولكن طلعت ضربة ركنية ولا إيه؟ الحمد لله أم يوسف أهو سليمة. وأدي دكة زاد بتجري الإحماء. أدي الإعادة هنا. يعني دخول بقوة بصراحة. حتى لو لاعب على الكرة بس فيها تهور طبعا. كابتن ناصر عباس بقى يقول لنا اللقطات دي كلها. ادي لو تتلعب لعمر معوض تتقطع وترجع، بدا يبقى قدام عمر معوض في 2 3 لعيبه واقفين هنا اهو. ادي الكوره مع عبد الله وياخد ضربه حره هنا عمر معوض. مظبوط، هو المظبوط هو ينادى الادفانتج تحت الفرصه اسلام السيد، ولكن في الاخر احتسبها ضربه حره. يوسف اسلام على التنفيذ للضربه الحره الاهلاويه. وادي عمار وليد، يوسف على الايمن البعيد سهله عند عبد المنعم تامر، ياخدها على مرتين، كان داخل معاه ابراهيم عادل، وضربه حره لصالح عبد المنعم. تتلعب عاليه وطويله الكوره في نص ملعب النادي الاهلي. وادي مازن، مازن بيعمل تغطية حلوة لمحمد هيثم. انت عايز تجيب جون من كل حتة ولا ايه يا عم؟ صعب قوي من هنا بقى، انت بقى من يمين ومن الشمال، ده انت تبقى لعيب مش 2006، ده انت تلعب درجة أولى من دلوقتي. رغم ان هو لعيب طويل ستايله، هل يا ترى؟ بس وشه صغير يعني، عارفين طبعا مسابقات الناشئين دي بيبقى فيها موضوع السن والتسنين والكلام ده كله. ابراهيم ده حسام عادل اللي بيستلم، الاثنين توأم بقى بنتلخبط في الستايل كده ونفس الستايل حتى، بس الارقام بتوضح. ادي حسام يغمز واحده على طول توصل ابراهيم عادل، عادل ادم سمير، سمير توصل لزاد عند عمر خضر اتقطعت ابراهيم عادل. حلو الباس عمر مروان، يا عمر معوض، يلا يا معوض، يلا يا معوض، جاي له عبد الله سند بعقل اول عبد الله، رايح للصعب ليه؟ كنت شلت يا راجل من اول لقطه، ما اول ما جات لك. ادي العرضيه، 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 وادي التنفيذ، عايزه قوه ابراهيم عادل. يوسف اسلام استلام حلو، ترجع تاني ابراهيم عادل، ادم سمير، ادم سمير اخلص انل على طول، مش وقت لم. ادي الكره هنا تروح عند عمار وليد، عمار وعمر ياسر، عمار وعمر ياسر، عمار، عمار عايز يعدي بيها. عمار ليه 11 هدف مع الفرقه السنه دي. ادي الكوره اهي، وادي الاوت الاهلاوي، يلعبها عمار وليد على حدود 18، زاد من ناحيه اليمين. تتلعب الجمله اللي محفظها كابتن سامي اللي لعبته، بيعمل فينت كده او خداع، ولكن المره دي اتقرت. ترجع تاني ادم سمير يقطع مقطوعه منه، عبد الرحمن محمود يطول واحده في المساحه، زقها محمد هيثم، ده من مازن، زقها من مازن، وادي هنا عابدين بالراحه، ولكن هي ايه؟ ضربه حره لصالح زد. ادي اهي كوره عبد الله طاهر، هي من الاول عمر معوض ريحها شيل، مش لسه هصعب على نفسي. وابراهيم عادل عايزه قوه هنا بقى، عايزه قوه. الكوره كانت في الشوط الاولاني الهجمه اللي هي كانت عايزه حنيه كده وبالراحه احطها بقوه. ادي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيتابع، وبرده مايكل بروكيتش بيتابع. تبديل تاني لزد، هينزل رقم 25 احمد زهدي. التبديل الثاني اهو، ادي زهدي نزل. التبديل الاولاني خيره هو اللي خرج ونزل سيف وفائي. ده زهدي بينزل لزد. وادي كابتن سامر عبد الرحمن، وادي كوره عاليه على حدود 18 النادي الاهلي، وادي الرأسيه هنا، هيلحق ادم، لحق ولا خرجت، لحق ولا كورنر ولا اوت، هنشوف قرار اسلام السيد حكم اللقاء. ضربة ركنية شكلها كده، هي ضربة ركنية فعلا. ادي هي الإعادة من هنا، من عندي ما تبانش بصراحة.
يعني هو الحكم اقوى ادرى ان هو الراجل عامل الفرمله ولحق الكوره، بس خرجت ما خرجتش ما اعرفش. ادي ركنيه وتتلعب ودربكه، اوعى دي اوعى الدربكه دي، على طول تتشال الكوره ترجع. يلا المرتده بقى يا اولاد، يلا ادي انطلاقه، ادي عمار وليد عايز يروح بيها، ولكن هنا الفرمله موجوده من عكاشه وعاوت لصالح النادي الاهلي. هيلعب عمار وليد، ادم سمير يستلم في قلب الملعب، ابراهيم عادل هو اللي بدا يتاخر بقى، ابراهيم عادل لقلب الملعب عشان يلعب بلاي ميكر صريح ويشغل الفرقه. عمر معوض، يا ولد يا ولد يا معوض يا ولد، هنا اتاخرت، خد اكتر من قرار، اشوط ولا العب لمين؟ هي لازم تتشاط. ادي الكره مقطوعه تاني النادي الاهلي. عبد الله طاهر، طاهر طاهر رايح للصعب، رايح للصعب، رايح للصعب، بس ينجح انه يجيب اوت. لسه ولاد صغيره برضو، كل ده خبرات مع الوقت. هو الولد عايز يعمل مشوار ويشيل بديل بقى، لسه نازل فريش كده ويحرك الدنيا. واحد وعشرين دقيقة أو 22 دقيقة داخلين عليهم أهم من الشوط الثاني، و67 دقيقة من عمر اللقاء أو 68 دقيقة بنقرب عليهم. واحد واحد الأهلي وزد. ادي كورة تتلعب اوت طويلة على حسام عادل اللي بيعمل محاولة لسه، وادي التشتيت موجود. مين مقابل؟ مين مقابل؟ مفيش حد متأخر هنا، خط وسط النادي الأهلي. كورة طويلة نص ملعب النادي الأهلي، هترجع زكريا هو اللي يرجعها، يبقى عمر زكريا موجود وعبد الله، يبقى هشام هو اللي خرج. هشام مصطفى مش موجود في الملعب فعلا، ابراهيم عادل بدأ يميل للنص قوي. ادي كورة توصل على طول عند يوسف اسلام. يا سلام سلام عليك يا عبد الله، بعقل قوي يستلم الكورة. عمل تغييرات في قلب الملعب كابتن سامر عبد الرحمن، خرج هشام مصطفى ونزل عبد الله طاهر، ومس باص او خطا في التمرير من ابراهيم عادل، توصل الكورة عند عمر خضر من زد، تاني تسقط لمروان يجيبها تاني زد على حدود 18 النادي الاهلي. وادي معوض راجع يقوم بالدور الدفاعي، برافو يا معوض، يقطع كويس ابراهيم عادل، باص قصيره يضغط هنا زاد مصطفى عكاشه ويدخل مع بعض على هو وحميدو على بعض وتطلع اوت للنادي الاهلي. ابراهيم عادل يستلم يسقط بيها لعابدين، عابدين لمازن، مازن في الشمال توصل لعمار وليد. عمر زكريا هو اللي جه يلعب باك ليفت، يبقى جه من اليمين للشمال، وفارس خرج وهشام مصطفى خرج ونزل عبد الله طاهر في اليمين، وعمار وليد بقى بيلعب هاف بقى قدام عمر زكريا هناك في الشمال. ابراهيم عادل يسلم واحده لمعوض، عمر يا سلام على الباس 10 على 10 واستلام. يا اسلام هنا الاختلاف في الاستلام، تختلف تخبط تسديد حسام عادل في سيف وفائي وتطلع لخارج الملعب، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال في نص ملعب زد. ادي شوفوا حضراتكم اهي، هنا الاستلام يوسف اسلام تفرق، وهنا التسديده من حسام عادل ويوسف وفاق يشيل. ادي الضربه الركنيه اتلعبت، وادي الراسيه من ديفنس زد تتشال الكوره تسقط في نص الملعب، يرجع بيها ادم سمير، ادم ادم مضغوط عليه من عمر خضر، ادم خدها عمر خضر، لسه الكوره مع زد، ادم وعمر خدها عمر، ترجع تاني يوسف ادم يقطع تسقط لعابدين، عابدين بعقل قوي يا سلام يسلم واحده حلوه ليوسف اسلام، اسلام ماشي 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 ولا بيدي يا راجل، انقل الكرة على الارض. ادي الكرة تاني ترجع توصل لزاد، برضو اوت لصالح النادي الاهلي. ادي احمد رمضان موجود اللي خرج خلاص، هو احمد خيرة من بداية اللقاء في الشوط التاني مع وفائي. وادي الكرة ادم سمير يسلم، ادم سمير واحدة يا سلام، ولكن هنا في رأيه تسلل، تسلل على النادي الاهلي. عمر زكريا هو اللي جه من اليمين للشمال، عبد المنعم يلعب واحدة عالية وطويلة في نص ملعب النادي الأهلي، يطلع عمر كامل يمسك لوحده تماما، كرة من الجون للجون. عابدين بثقة زيادة، عابدين يسلم مازن، هذه كرة توصل ابراهيم عادل، ليه هلعب الصعب؟ ليه قاعد امشي بالكوره كتير؟ في الاخر العب باس مش مظبوط، ده اللي بنقوله، ما سلم كوره بقى واخلص على طول، ما تصعبهاش على نفسك. ادي انطلاقه، وادي مروان وبشمال وعابدين عمل الفرمله، ولكن تطلع هل جت في عابدين ولا هو الراجل قلش؟
تطلع الكره ضربه مرمى، هي شوف ردت عليك هجمه، هنا ابراهيم عادل لازم يشيل، هنا هو الراجل، هنا بقى الكلام ده مع الوقت اللعيب دلوقتي المتكامل اللي بيلعب بشماله وبيمينه خلاص مفيش حاجه اسمها يلعب برجل واحده، دي بطل. ادي ابراهيم عادل، حلو يا ابني، باص عمر معوض، يلا يا معوض دربكه في تفنس زد توصل حسام عادل ياخدها، حسام حسام طوح بيها حسام، لسه مع عمر زكريا، حسام عايز يعدي، عدى ولسه ما خرجتش، برافو والله يا ابني، ولكن في النهايه هي ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. ادينا في اللعبه اللي فاتت في الالتحام بقى عدى بيها كويس، لسه ما خرجتش، هنا اهو مصطفى عكاشه هو اللي طلعها، ده بقرار اسلام السيد حكم اللقاء. هذه الضربة ركنية هيلعبها عمر معوض. اتسندت لعمر زكريا، ترجع الضربة ركنية لنص الملعب عند عبد الله طاهر، يعليها عبد الله، وادي عابدين زايد في الكرات الطولية، لسه توصل ابراهيم عادل، عرضية حلوة ولكن تخبط، دربكة تشتيت توصل عند حميدو ناحية الشمال في نص ملعب زد، وابراهيم يضغط يطلعها لخارج الملعب، اوت لصالح زد. ادي الحضور بقى من نادي زد، تعالى نبيل وكابتن سيف زاهر، ادي كوره توصل محمد هيثم في نص ملعب النادي الاهلي، هيثم يستلم، هيثم يقف بيها ينزل واحده طويله تروح عند يوسف اشرف في نص ملعب النادي الاهلي، لكن مازن ينزل بيها براسيه على طول عند عمر كامل، عمر ادي اهو الكادر اهو، ادي كابتن تامر حفني، نجوم النادي الاهلي بقى ودلوقتي في قطاع ناشئين زد. عابدين استلام من عابدين ماشي في نص ملعب النادي الاهلي على الارض، ايوه كده من رجل لرجل، توصل لابراهيم عادل، ابراهيم ينزل بيها على طول، واحده عند عبد الله طاهر، طاهر على الارض، ابراهيم عادل تاني يفتح اللعب في قلب الملعب، حلو الباس، تمريره بس مقريه قوي من بعيد، مقطوعه من صالح ديفنس زد، جابها حسام عادل، حسام حسام يسند، لا عدى لوحده حسام، وبعدين هيروح فين تاني؟ لسه معاه الكوره، حسام طول فيها وصعبها، ادي حسام حسام، ولكن في النهايه ينجح انه يجيب اوت في نص ملعب زاد من ناحيه اليمين. ادي كابتن عبد الستار صبري وكابتن احمد عبد الله بيحضروا اللقاء برده من زد. ادي الكوره توصل على طول الكرة مع زد تاني، واحدة طويلة ولكن عابدين يا سلام يا ابني، قاطع في الوقت والمكان المناسب، ترجع تاني الكرة مع زد، ضغط. عايز يعدي بيها من ادم سمير، وقع لوحده تماما، ده مين؟ ده احمد رمضان، مش عارف هو بيشاور الحكم المساعد ليه او اللاين مان التاني احمد سامي على ايه؟ مازن معاه الكرة. لكن الشوط الاول كان اسرع، كان احلى، كان فيه خطوره اكتر من كده، دلوقتي كل اللعب يمكن نقدر نقول منحصر اكتريته في وسط الملعب، عمر معوض عايز يعدي مضغوط عليه، ترجع تاني الكوره، ادي الاستلامه، احمد زهدي، زهدي يغمز واحده وعابدين يعلي، ترجع تاني ولا ده كان مازن، لسه خطر، توصل دربكه دربكه، ولكن فيها ايه؟ فيها راي وصفاره، تسلل لصالح النادي الاهلي بيتهيألي، بلاش غير كده. ادي يوسف اسلام، ايوه بالفعل هي راس وفاره تسلل، ادي ابراهيم عادل استلامه في قلب الملعب على الارض، واحده ليه عمار وليد ياخد ضربه حره، عمار عمار في قلب الملعب لعبد الله طاهر، هنا على طول عبد الله يرجع بيها لعابدين، عابدين لعبد الله تاني من رجل لرجل طويله على عبد الله، لحق والله عبد الله لحق لحق ما خرجتش، عمر معوض، عمر لحسام عادل، حسام يا راجل ده باص يا راجل، ترجع تاني كورة، وادي عداها حلو قوي هنا مروان محمود وياخد ايه ومش عارفين كده سلامات فيها ايه اللعبه، ادي يوسف اسلام، وادي التشتيت هنا من عمر زكريا والخارج الملعب، فيها ايه اللعبه مش عارف، نازل الجهاز الطبي اهو لزد، شد بقى ده ولا هيبان؟ هل فيها التحام ولا ايه؟ لا ده رجليه، رجلين الولد اتلوت تقريبا، بس هو رجليه اتلوت،
الدكتور نازل بيفك له كرامب في السمانه، مش عارف الولد بقى رجليه شدت، مش عارف، ولكن هنشوف. سلامات. لسه على الارض مروان محمود، على ما يقوم مروان باذن الله ان شاء الله. خلاص العد التنازلي بدا، احنا يوم الاثنين ختام مشوار فريق الدرجه الاولى مع الافريكان تشامبيونز ليج، او بطوله بقى دوري رابطه الابطال الافريقي باذن الله. كل التمنيات والامنيات يا رب تبقى يعني ان شاء الله التوفيق مع النادي الاهلي وينجح، مش في الحصول على البطوله، ان البطوله موجوده 10 مرات خلاص، المره ال 11 والثالثه على التوالي، يبقى انجاز تاريخي ما حصلش في اي فرقه في القاره عملته. لسه مروان محمود على الارض والجهاز الطبي، وادي الدكه الاهلاويه، شكله كده مش هيقدر يكمل الولد بتهيألي، بس هو المفروض يطلع بقى بره الملعب، ولا هنستنى يتعالج جوه شويه كمان ولا ايه؟ مش عارف. ايوه صح، هو حتى اسلام السيد شاور بالنقاله ده كده، الولد بيتعمل له تدليك بقى، ده بره بقى، نشوف الكلام ده بره عشان نستأنف احنا اللقاء. ادي الخواجه الالماني، وادي كابتن شريف عبد الفضيل جنب كابتن خالد بيبو، وهناك هو كابتن محمد شرف، كانوا من نجوم النادي الاهلي. وادي زافن المدير الفني الالماني بيتابع المباراه، وادي الاسعاف او النقاله الطبيه نزلت. هنا حسام عادل بروح رياضيه بيقوم مروان محمود. الله، طب ما هو طالع اهو تمام، هو ما ايه المشكله بقى؟ بس ما شاء الله مروان ده، هل ده 2006؟ طالع اهو مع الجهاز الطبي. وادي الكادر تاني مع وادي كابتن محمد وهبه برضه بيحضر اللقاء، المدير الفني لمنتخبنا القومي ليه فريق الشباب او فريق 2006. اوت للنادي الاهلي، هيلعب عبد الله طاهر. عبد الله لسه مستني حد يقرب، يوسف ومعوض، هيحط لمعوض، سند لمعوض، رجع تاني لعبد الله. هي لمسه ولعبه هنا، مش محتاج تمشي بيها يا عبد الله، مش مستاهله. ادي كوره عبد الله طاهر تاني يجيبها، عبد الله عدى عبد الله وماشيه واحمد رمضان والتحام، وينجح انه ياخدها لزد، ولسه وهنا تدخل من يوسف اسلام وتطلع اوت لصالح زد. لا هنا الرايه موجوده من مساعد ان هي جت في رجل لاعب من لاعبي زد، هل بقى مروان هيكمل ولا مش هيقدر يكمل؟ اهو قدامنا اوت للنادي الاهلي. ترجع تاني الرأسيه، يوسف يضغط على احمد رمضان، ترجع محمد هيثم، برافو، ابراهيم عادل يجيبها للنادي الاهلي تاني. عبد الله طاهر، عبد الله، عبد الله، وفاول ما فيهاش كلام، مش مستنيين قرار يعني. ده هنا عمر خضر خد الراجل في سكته، ضربه حره اهي، الاعاده اهي، شوفوا حضراتكم اهي، ده يعني ما فيش كلام، ده ملوش اي علاقه، ده قلبناها كده جودو يعني، عارف اكن ده بونت في الجودو. وادي كوره ضربه حره للنادي الاهلي، لعبها عمر معوض. وادي الهجوم الاهلاوي، عادل ومازن وعبدين وزايدين في الكرات دي، فين عبدين في العالي، ولكن عبد المنعم برضه طويل يطلع ويمسك قبل الكل. عبد المنعم يلعب واحده سريعه على طول، ايد ورجل من الجول للجون، تروح عند عمر كامل، عمر ومقرب له هنا عبد الله، لا ما حطش لعبد الله، حط لعمر زكريا على حدود 18 النادي الاهلي. زكريا على الارض، ادم سمير، ادم وسع لنفسه حلو، ماشي ادم، عدى من زهدي، لسه توصل عمار وليد، لعيب كره كويس عمار وليد ده برضه نمره 11 من النادي الاهلي. ادي الاستلامه، زكريا على الارض، عمار، ابراهيم عادل، ابراهيم في الزحمه حط لاخوه، ترجع تاني حسام عادل، عبدين يفتح اللعبه عند عبد الله طاهر، عبد الله يا سلام على الباس والتحرك الاحلى من عمر معوض، حسام عادل، حسام بيروح للزحمه، بيحب يروح للزحمه، هو عايز يرقص ويعدي، عدى وخدمت. وادي العرضيه، دي تشتيته ولا اوفر؟ لا دي خارج الملعب، اوت لصالح زد، قويه جدا اللمسه، لسه الخبرات، لسه الولاد دي لما يتمر عليها ماتشات اكتر حساسيه بقى الباس يفرق، اما افتح وارفع راسي واشوف مين اللي جاي اسندها اللي جاي يشوط، كل ده لسه 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 2006 يعني 16 سنه، حد يقول لي لا ده بره بيلعبوا عندهم، تمام، بس برضه هنا لسه مع الوقت يعني، الولاد دي كانت بتلعب لحد
السنه اللي فاتت ولا قبلها مسابقات بقى لسه براعم ولسه طالعين لسه التكتيك يبان بقى الولد ده كمان سنه سنتين ثلاثه كمان يبدا يبان يستوي بلغه الكوره. ادي الاوت لزد تتلعب عند هيثم تطول من محمد هيثم اوت للنادي الاهلي عمر زكريا. تحرك بدون كوره مهم كل ده مع الوقت مع الخبرات بقى الدوليه اللي المنتخب بيشاركوا فيها اللعيبه دي سواء من الاهلي او من اي نادي تاني يعني كل ده مكسب لمنتخبنا. يتعلموا يبداوا يشوفوا الفكر. ادي الكره مضغوطه على النادي الاهلي اتقطعت من ابراهيم عادل عشان ماشي بالكره كتير بلا داعي. هنا هتلاقي زد احمد زهدي ده وقف اهو استنى استلم هيشوف هيحط لمين على طول باس هما بيلعبوا لمسه ولعب اسرع عشان كده قادرين يقلوا هجمتهم بسرعه وكاشه يعكس اللعب حلوه عند حميدو حميدو خدها حميدو في نص ملعب النادي الاهلي لسه حميدو شالها وطولها عند احمد رمضان اللي يلعب عرضيه سريعه باستعجال تطلع ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. اتلعبت ضربه المرمى عند ادم سمير في نص ملعب النادي الاهلي ادم هنا بشوف حضراتكم لعيبه الاهلي تمشي بالكره كتير وعايزه ترقص وتعمل ادي حسام اهو ما بيخلصش على طول عشان يستغل المساحات ادي يوسف اسلام يوسف برافو يوسف سند ولعب معوض عمر معوض لسه بيوسع لنفسه هيسدد ما سددش دخل للزحمه اتزنق اتقطعت على طول من مروان محمود اللي نزل تاني محمد هيثم مرتده اوعى الكرات دي ده هنا اوفسايد ده ولا ايه؟ ولا اوفسايد طب ده الراجل لوحده من بدري ادي احمد رمضان اهو يعني عابدين اخر واحد مغطي الراجل معديه لحظه لعب الكوره احنا التسلل ده بيتلعب لحظه لعب الكوره طبعا حضراتكم بقيتوا خلاص حافظين اكتر مننا. ادي مازن على الارض يسلم ادم سمير ادم يطول في نص ملعب زد عمار وليد ولكن تشتيت موجود من يوسف اشرف ترجع الكوره وادي اوفسايد تاني على عمر خضر اتلعبت لعابدين على طول لكن لازم الكره تثبت صح. تبديل ثالث للنادي الاهلي محمد رضا وهيطلع اهو مروان طالع من زد ونازل مين؟ نازل سته عبد الرحمن حسين ده التبديل الثالث لزد. عبد الرحمن نزل مكان مروان لسه محمد رضا من النادي الاهلي ما نزلش هنشوف هينزل مكان مين ادي واقف على الخط جنب الكابتن سامر عبد الرحمن اهو عمر كامل يلعب لعابدين يعكس الملعب عابدين حلوه بس الكرات دي فيها خطوره يا عابدين لازم العب على الارض هنا او اشيل له قدام بلاش العرضيات دي قدام ال 18 ادي كوره ادم سمير ابراهيم عادل ابراهيم وبعدين كده زنق عابدين شيل اي حاجه يا ابني صح كمان 100% من غير فلسفه صح كده يا ابني انت زنقت الراجل هو المساك مش مطلوب منه يكون مهاري اهو ادي هنا حتى بيقول له يا عابدين بتصعبها علينا ليه يا عم ابراهيم هي سهل اسند على طول من غير فلسفه وفزلكه شال عابدين في الاول صح كده ادي الكوره مع زد توصل لوفائي يرجع بيها ادي قلشه هيلحق بقى هنا عمار وليد ولا هيجيبها زد جابها ضغط عمار لكن يا ولد تاني ينجح انه يجيب اوت للنادي الاهلي برافو استغلال الاخطاء مطلوب ومهم ضغط على عمر ياسر في اللعبه اللي فاتت مازن ينقل ادم سمير ادم شالها عاليه وطويله ولكن ما تلاقيش غير عبد المنعم تامر حارس مرمى زد ايد ورجل من عبد المنعم هي بتعدي الكل ولكن المره دي عابدين وقفها زي سيرف الفولي كده على مرتين اهو عمل حائط صد من بدري ترجع تاني الكوره هيثم يغمزها براسيه ولكن عمر كامل اقرب من كل ويمسك مازن على الارض ابراهيم عادل ترجع لمازن بلاش بقى اللعب ده هنا هم بيضغطوا عشان ما نزنقش عمر كامل وترجع الكوره هي في نص ملعب النادي الاهلي محمد هيثم وسع لنفسه من ادم سمير باص هات وخد في المساحه لسه الكوره ماشيه لسه التوقيت ده يفكرنا بتوقيت القاضيه ممكن بس فهم بقى احنا لسه عدينا 85 45 وبقي لسه الهجمه الاهلاويه ممكن تبقى 86 نبقى ما بعدناش كتير لكن هنشوف معوض ينقل ابراهيم عادل
على الارض يوسف اسلام قصيره واتخطفت، ياخدها زهدي لزد، زد هيثم عدت منه كويس، تلاقي عابدين بعقل ينقل لطاهر، عبد الله طاهر يطول واحده ليه، حسام عادل، حسام ما بيبصش هيلعب لمين، لازم اما يتزنق يفكر، معوض يا ولد، ابراهيم عادل يا ولد هنا وضربه حره تمام يا ولد، لعيب كره كويس عنده ثقه في نفسه الولد ده اهو، لعيب كره شو بيبان هنا اهي، شوف ابراهيم عادل بقى اخو حسام تفرق هنا، يا سلام كوبري كده بواحده كده بلمه، مفيش احلى من كده بصراحه، لعيب الكوره بيفرض نفسه بلا نقاش، مش شرط بقى اللي يرقص، لا لعيب الكوره اللي دماغه فيها كوره، اللي عنده قرار واخد القرار وعارف هيعمل ايه وقدراته بتساعده بقى، ادي الضربه الحره هنا، اسلام السيد بيدي انذار او هو بيأيد الانذار قدامنا اهو، بس ما شفناش بهاي الانذار لمين بالظبط، وبيشاور هنا على الصفاره لعمر معوض، بشمالك دي عمر، على يمين عبد المنعم تامر، يبقى جون ايه، ادي الدكه الاهلاويه، خلاص مبروك يا اولاد بصراحه، موسم طويل وتوجتوه بالبطوله، ابراهيم عادل ويوسف اسلام عاملين سكرين، عاملين حيطه كده قدام حيطه زاد عشان يشوفوا عمر معوض، هل بقى هتتريح لعمر ولا عمر هياخدها مره واحده، هنشوف عمار صح، الفكره صح على شماله بلفه بس تعلى وتمر فوق المقص اليمين لمرمى عبد المنعم تامر، وزد ليه ضربه مرمى، شوفوا اهي اتحطت هي بقى هنا، مش عايز يميل قوي بجسمه كده، جزعه ما يميلش قوي بقى، كل ده برده مع الخبرات يجي، لسه الكوره عبد المنعم تامر وضربه المرمى، يلعبها طويله وعاليه في نص ملعب النادي الاهلي، عابدين وعمر كامل وتعدي، هنا لازم عمر كامل يتكلم مع خط الظهر، لو هو اللي هيطلع وهو الاقرب يتكلم، عابدين يغمزها لعبد الله طاهر. عبد الله على الارض، يوسف اسلام استلامه، هجمه اهلاويه حلوه عمار وليد، عمار ده ايه طرد دي ولا هيبقى فيها ايه؟ هو عنده انذار عمر ياسر بتهيالي ولا ما عندوش؟ كارت اصفر. بس قطع كويس قوي 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 قوي، وباص 10 على 10 لعمار وليد، ودي انذار لعمر ياسر. ما حدش احسن من حد، واحده هنا ترد عليها على طول بواحده طوليه في العمق كانت رايحه. طبعا كابتن ناصر عباس بقى خبيرنا الدولي التحكيمي يقول، بس انا اعتقد لو كان هنا عمار وليد استلم كان يبقى فيها طرد، لان هو كان رايح مباشر على الجون، الا لو المساك التاني ما قطعش. يعني في العاده في اللعبه تبان اكتر، ضربه حره تاني من مكان سحري على خط ال 18، ابراهيم عادل وعمر معوض ويوسف اسلام والتنفيذ، وادي ابراهيم تخبط في الحيطه وتغير اتجاهها وتطلع لضربه ركنيه، ضربه ركنيه ادي اهي، غيرت اتجاهها وبعدت، اه انا قلنا هتروح في البعيد اهي، ادي الركنيه يشيل عبد المنعم تامر، ترجع لسه ادم سمير، العب السهل على طول، ينزل بيها من نص الملعب ده سهلها قوي، ترجع بيها لعمر كامل، عمر يشيل واحده عاليه وطويله، ترجع تاني من زد، تلاقي عابدين يغمز واحده تطول ترجع، لسه الكره رايحه جايه هنا، تنقطع لزد، وادي محمد هيثم طويله، وادي برافو يا مازن حط جسمه كويس، غطى ونزل بيها لعمر كامل، عمر كامل شالها لمين؟ شالها في الاوت، تطلع على طول لصالح زد، بدانا في الدقيقه الاولى من الوقت البدل متضايع، هنا ابراهيم عادل بس في تحت فرصه ولا لا، في ضربه حره ادي العدل اللعبه والدخول بقى طبعا واضح، الاوبستراكشن واضح، ادي هنا الاعاده للعبه، هنا لو عمار وليد استلم الكره كان بيتهيألي الكلام يتغير، وطبعا كابتننا الكبير كابتن ناصر عباس هيبقى هو ليه رد فعل، او ليه بقى هو التحليل للعبه،
لسه على الارض واقع مصطفى عكاشه. دي التانية من الوقت البدل من الضايع وثلاث تبديلات واخيرا هو نزل محمد رضا وواقف محمد سعد ويوسف محمود. خلاص دي تبديلات في الوقت الاخير خلاص اهو. طلع عمر معوض لعيب كره ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس الولد ده. خلاص مع الوقت البدل متضايع وادي كابتن احمد عبد الرؤوف وادي الجهاز ولسه مصطفى عكاشه واقع على الارض والدقيقه الثانيه من الوقت البدل متضايع. قام عكاشه مع الجهاز الطبي. يوسف محمود ينزل ومحمد اسعد ينزل ومحمد طارق وادي الدقيقه الثانيه من الوقت البدل متضايع. وطلع معوض وابراهيم عادل. ضربة حرة لزد تتلعب عالية وطويلة وادي هنا عابدين يشيل. توصل الكرة فين؟ هيلحق عبد الله طاهر قبل الركنية ويشتت واحدة عالية وطويلة. توصل الكرة على طول ادي هنا محمد اسعد واول لمسة ولكن معاه سيف وفاق يقطع. محمد احمد سعد تعلى كرة وترجع تاني لسه توصل لزيد محمد هيثم. وادي الاستلامه تاني من خضر رجع بيها للزحمه وما تنقطع من زهدي ياخدها النادي الاهلي. شوط تاني يعني بعيد تماما تماما عن الشوط الاول اللي اتفرجت عليه بصراحه في الماتش ده. ادم سمير بيمشي لعيبه الاهلي بتمشي بالكره كتير. ادي الكره الطوليه لمين اطول من اللازم هي طويله باينه باينه الباس طويل. الدقيقه الثالثه من الوقت البدل متضايع وهنبدا في الدقيقه الرابعه. عاليه من زد وطويله ويطلع عمر كامل. يطلع عمر كامل يا ولد يقوم بدور الليبرو ترجع تاني الكورة عبد الله طاهر ترجع لسه في نص ملعب النادي الاهلي. هيثم زهدي زهدي يغمز ليه خضر عمر خضر عمر خضر عمر خضر عمر خضر عمر خضر لسه ما طلعتش. وادي هنا مازن ضامم وشايل ويشيلها لخارج الملعب اوت على طول لصالح زد. الدقيقة الرابعة من الوقت البدل متضايع وفي تبديل تاني. التبديل لمين مش عارفين هل للاهلي ولا هل لزد. ده لزد نازل بدر جمال. لسه بدر جمال مستني التبديل واقف معاه كابتن عبد الرحمن قرطام اهو مساعد الاول. بدأنا في الدقيقة الخامسة. هو الشوط التاني طبعا وقف. ده طلع مين؟ طلع عمر خضر وهنا الخواجة اهو المدير الفني ليه. فرقة زد بيتكلم معاه مش عارفين هو قلع التيشيرت اما يطلع ياخد انذار اهو. هل ده بقى الولد طالع مش زعلان انه طلع ولا بتاع؟ ده اللي بنقوله يعني الحاجات دي السلوكيات دي مهمة جدا. ادي كورة وادي هنا محمد هيثم تتشال من يوسف اسلام وترجع ياخدها سعد. لسه سعد هيعمل ايه؟ لسه دربكة وفي النهاية اوت لصالح زد. حميدو يلعب الاوت لزد ترجع لسيف وفائي تنزل لعبد المنعم تامر. مش عارفين بقى الوقت البدل متضايق اللي حسبه كابتن اسلام قد ايه. ادينا بدأنا في الدقيقة الستة من الوقت البدل متضايع ولسه الكرة في نص الملعب. هاجمة لزد وضربة حرة لصالح عبد الرحمن حسين اتلعبت لزد عرضية وادي هنا مازن يشيل تسقط خطر تلاقي مين؟ تلاقي عبد الرحمن حسين وسع لنفسه. يا ولد يا ولد يا عمر يا كامل يا ولد يا ابني الكرة غيرت اتجاهها على فكرة ما راحتش مباشرة غيرت هو وكان معاه وشالها ضربة ركنية. ضربة ركنية لزد من ناحية اليمين هنا اهي وسع لنفسه عدى من محمد رضا وشاط وغير اتجاهها وهو معاها عمر كامل وتطلع ضربة ركنية. حميدو على التنفيذ الضربة الركنية اعتقد تالي اخر لعبة
وادي التشتيت موجود، يوسف اسلام يشيل، محمد رضا هجمه للاهلي، يلا يا اولاد مرتده، ولكن هي بالفعل صفاره النهايه لموسم طويل توج بالبطوله. والنهارده الاهلي بيتعادل مع زد رايح جاي في لقاء الذهاب انتهى 2-2، وادي لقاء النهارده هنا 1-1 تعادل ايجابي. احرز هدفي اللقاء محمد هيثم في الدقيقه 27، وتعادل حسام عادل النادي الاهلي في الدقيقه 33. ونقول مبروك، الف مليون مبروك لفريق 2006 وكابتن سامر عبد الرحمن على بطوله الدوري او بطوله الجمهوريه، الف مبروك على التتويج. سعدت اني اكون مع حضراتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. تقبلوا تحيات معلقكم الرياضي محمد رمضان ولقاءات اخرى قادمه عبر شاشه قناه الاهلي. فالى ذلك الملتقى، والميكروفون يطير الى استاد الاجمال والكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام، فاليك الميكروفون.